المرة الجاية؟ ماشي. خالص يعني. يعني قصدي حضرتك من قد ايه انت بتبقى عمال؟ عشان هنحضر حل كتير قوي عشان بين كل حاجة. يعني هنحضر كل غسل بس. يلا. خلاص يلا سرعين دوايا يلا. نادوا. اهدوا شوية ان شاء الله. لو انت لو انتم مصعبين هنحل بسرعة جدا. بس هي تبقى كلمة خلاص موضوع. كلمة خلاص موضوع. هنحل كل حاجة. عرفنا الحالة خلاص. اللي حلو بالتفصيل جدا ان هو حالك اللي حد عليك خلاص تعليم. الحاجه الثانيه كلها كلها بسرعه 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 لقطها خلاص لقطها خلاص لقطها خلاص. اوكي تمام. احنا وصلنا لغايه فين؟ احنا قلنا اهم حاجه مهمه جدا 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 الفاستست صح؟ اللي هي فاست اوكليست نفسها يعني حصل ايه في العين نفسها قلنا دي تحت بند اسمه ايه؟ اتشارج بالعربي كده من الاخر كده راجع الدفاتر القديمه. يعني واحد عنده عين حمراء راجع دفاتر هو شخصيا هيز اوكليست عامله ازاي؟ اوكي وخدناها اول حاجه. كان اول حاجه ايه؟ بسرعه اول حاجه احنا فين احنا صح؟ اول حاجه previous treatment صح كده وقلنا example سواء drugs اهم drugs واحد مدرياتي اثنين ستيرويدز ثلاث حاجه topical anesthetics ده وده يعملوا ulcer ده يعمل جلوكوما دول اهم حاجه دلوقتي كتريتمنت. انا زودت حاجه دلوقتي صح؟ ايه؟ ان ممكن يقول لك اذا خد خبطه في عينيه بيجي وود وجاله ulcer مش هيقول لك جاله ulcer وخد علاج انتي بايوتكس يعني ممكن يديك هيستوري ان خد علاج حتى انتي بايوتكس بس مش جايب نتيجه هو ده مقدمه حاجه اسمها ايه ريزيستنت ulcer يعني هو خد علاج فعلا اصل كده مش جايب نتيجه عشان فش حاجه اسمها فانجل او اكام ثاني فهمت قصدي كده يعني حتى ممكن يبقى تريتمنت ده دراج ده previous treatment of an ulcer indicating resistance مثلا يعني اصل كده ثاني حاجه ده كده دراجز قلنا اهم حاجه ثاني حاجه كونتاكت لينز قلنا نوعين السوفت كونتاكت لينز والهارد كونتاكت لينز السوفت كونتاكت لينز اطلع منها بحاجتين يهمني جدا ulcer الاقل شويه من الاهميه جي بي سي لكن اهم حاجه ايه؟ يعني ملاقي كونتاكت لينز يعني احمرت او حاجه بيضاء ظهرت في العين إيه على طول ايه؟ ألسر until proved otherwise ده تلت اجمعها كده بالظبط بالذات لو بينام بيها بالذات لو ايه هوم وينت سلاين حاجات زي كده اللي بعديها قلنا ايه؟ بس كده الهارد كونتاكت لينز كده بيديك كراتوكونز ايه رأيك كراتوكونز بالعين بقى؟ غالبا ايه طبعا سبرينج كاتار او اكيوت هايدروكسن سبرينج سهله كده؟ ده كده خدنا تريتمنت لو واحد ماشي على ألسر واحد جاله ألسر وخد علاج اصلا مش جاب نتيجه علاج يعني هو اتشقص بكتيريا بس هو اصلا ايه؟ كان هي اوفنس ريزيستنت يعني طيب كده خلاص الحته خلاص واضحه سهل كده دروكس خلاص يا جماعه اللي بعديها يلا بقى تاني حاجه قلنا تروما او ديزيز صح؟ تروما واحد كونيا كل الريسك فاكتورز بتاعتها على بعضها صح اللي هي ابريجن يعني هي فينجر نيل او كونتاكت لينز او 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 تركيز حاجه زي كده يعني تاني حاجة history of rupture globe دخلت اي يوفيايتس متاليك اوف ثمايتس تالت تروما فراكشر لا فراكشر بيز يبقى دخلت في subcontractural hemorrhage او فراكشر اوربت دخلت في اوربت سيرفايس اللي انا زودتها في نسيتها تحت كيميكال هو history of chemical trauma اتدلق في عينيه حاجة حاجة في البيت مثلا ديترجنت فينول بليتش بس كده مية بطارية سافيريك اسيد يعني history of trauma جابها ده الحاجة الوحيدة اللي في الكيميكال غير كده بقى clinical picture as ulcer فهمت قصدي كده؟ ده كوني اثر في الاخر بس هي التكه بتاعته هيستوري اوف كيميكال تروما اترمى في عينيه حاجه بس كده وطبعا الكومبليكيشنز هي مختلفه هي سكارنج يعني والفيرست ايد مانجمنت ماي ما عدا مين طبعا؟ لايم واسمنت خلاص كده؟ كويس يبقى كده زودت راس كلمه ايه؟ كيميكال تاني حاجه زودتها ان التروما دي كورنيا رابتشر فراكشر كيميكال اخر حاجه لو واحد جاله اوربتال تروما بيحصل حاجه اسمها هيماتوما ساعات يحصل نزيف الاوربت يقعد يتجمع الدم يتجمع الدم يتجمع الدم في الاوربت ليه انا ذكرته؟ ان ده خطر جدا ده امرجنسي لو انت عندك ريترو بالبر هيماتوما بتعمل بروبتوزس مش كده؟ بس خطرتها ايه؟ هي بتدوس على مين؟ على الاوبتيك نيرف وعلى الريترو ارتري زي ما قلنا قبل كده اي ضغط في العين او في الاوربت خايف على الحاجتين دايما فاكرين فتكات؟ ليه فتكات امرجنسي ضغط عالي؟ بعد كده خايف على الحاجتين الاوبتيك نيرف الارتري اوربت ضغط عالي خايف على الحاجتين اوبتيك نيرف الارتري بس كده ده الريسك بتاعنا جبتها عشان كده بس هيستوري اوف تروما بيدخلك في حاجه اسمها هيماتوما كاكزامبل يعني اللي يخش معاك في اوبتيك نيرف كتروما ديزيز واضح كده؟ سهل كده خلاص زودت هنا اثنين بقوا خمسه وخمسه سهل كده كانوا خمسه كنت ناسيها يعني خمسه وخمسه فكده الديزيز بقى ده نوع امراض الرمض بقى خلاص على بعضها كده هيستوري اوف انفكشن فين؟ لو انت دينجرس اريا اوف ذا فيس دخلت في ايه؟ كافيرنا ساينس ترومبوز انفكتيف اندوكاردايتس ممكن يمسكها الايه؟ endophthalmitis endogenous type صح كده؟ كويس او infection في الادنكسا يعني لو عنده ليد انفكشن تعتبر ايه؟ dangerous area نفس الكلام في الكونجنكتيفا هي اصلا ريد اي تقلب حاجه ثانيه اسمها ulcer اللكمة النوعين قلنا acute dacrocystitis او chronic dacrocystitis الاكيوت يعمل حاجتين
تنتشر في الدم فيعمل سيوليتس او كافيرنس ساينس البوز الاخضر. الكرونيك انا قاعد مستني غلطه عندك انت، لا يحصل كونيال ابريجن في ألسر، لا يحصل حاجه اسمها اندوثرماس عضلات عمليه. التكه في الكرونيك ده اشيع في الامتحان باسر ريجرج بس كيف ادي لك من انفكشن كونجنكتيفال انفكشن اخر حاجه الليد انفكشن. انا سبت الليد فاضيه مش كده؟ ما كانش انفكشن تحتيها ليه؟ ان الاندينجر سيريا اهو صح؟ ليه سايب الليد دي؟ ان الليد نفسه من غير اصلا انفكشن خالص هو سورس اوف ريد اي. اما قلت لكم ذاكروا الادنيكس عشان كده، عشان تفتكر ان ده بيعمل ده، ده بيعمل ده، وده بيعمل ايه بقى؟ الليد نفسه بيعمل ريد اي. لو واحد عنده انتروبيان او تريكيزز بيعمل ايه؟ ايشن 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 صح كده؟ تاني حاجه العكس بقى، لو عنده لاج اوف ثالمس بيعمل ايه؟ اكسبوجر كاراتايز، فسواء بيقلب لجوه او قلب لبره، سواء دي او دي من الاخر كده الادنيكسا على طول ابص على ايه؟ كورنيا. فين الكلام ده؟ على طول بص على كورنيا. سواء ده او ده، يعني هنا ألسر هنا ألسر، كله ألسر 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 ألسر. فحتى الليد ديزيزز مش بس انفكشنز، سواء انتروبيان او اكتروبيان، سواء لاج اوف ثالمس او تريكيز. خلاص؟ صح كده الكلام؟ قلنا بعد كده كراتوكونس هتقلب بقى اكيوت هايدروبس او سبرينج كاتار، وقلنا اللانس كاتراك لانس انديوست حاجتين فاكرين؟ فيكومورفيك او فيكوريتيك. ايه اللي هتزودهم بقى؟ كلمة دي هي عندها اكزل هايبر انتروبيا. حضرتك دي امراض رمضيه، حاجه في الايرور، حاجه في الريتنا، انفكشن، ادنيكسا كلها كورنيا اللانس. شباب الرمض كله وصل كده؟ واضح يا جماعه كده؟ واضح مش واضح؟ فايذر ديزيز او تروما او تريتمنت، ثلاث تيهات في الباست هيستري احنا فنطناهم بس براكتر اللي فات. التيومر دي جبتها هنا، بس هي التيومر دي اصلا المفروض ايه؟ هي طبعا اوكلر تيومر او سيستميك تيومر، الاثنين الانتراوكلر تيومر او سيستميك لينفوما لوكيميا بيعملوا حاجه اسمها ماسكاريد يوفيتس الاثنين. يعني التيومر كاتبه هنا عشان بس انتراوكلر تيومر يعني، بس عشان خدنا كده فعلا كده فعلا شباتر كلها حتى الايرورز صح كده؟ الشباتر كلها بتعمل ريد اي. حضرتك معيوبه اكزل هايبر متروبي صح كده؟ فايرورز انفكشنز ريتنا ادنيكسا كراتوكونس لانز تيومرز. ايه اخر حاجه هتقولها؟ اتفضل يا حبيبي. تقفل الاثنين بس لما اقول لك اقفل ارتي يبقى انا عديت على النص. خلاص اخر حاجه ايه دي بقى؟ يديك past history of a previous attack. زي ما قلنا bilaterality بيشاور على الاسباب صح؟ اللي يعمل bilateral eye conjunctivitis عين وعين، تاني حاجه uveitis ممكن، ولو ابتدى عين وبعد شويه عين ثانيه sympathetic او cavernous eyes صح كده؟ دي بتقلب بسرعه جدا، conjunctivitis بسرعه جدا، سهله كده؟ لكن ده سؤال ثاني بقى يقول لك recurrent، يعني هو كان بيشتكي قبل كده الموضوع ده كذا مره. recurrent red eye بيشاور حاجات مخصوصه. ايه بقى اللي احنا خدناه ده ممكن يبقى recurrent؟ chemical trauma مثلا؟ لا، ايه بقى recurrent؟ اصل كده previous attack دي، فدي بحرف دي برضه previous attack ده recurrent. واحد اني جلوكوما acute congestive صح كده؟ ايه رايكم؟ لا 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 ليه؟ مش ايه؟ مش اللي عشان اللي عشان اللي هو ريكارنت بس مش ريد اي. هيقول لك عندها previous attacks of H2B. هي مش اتاك في قصدي، هي يقول لك عندها اتاك قبل كده اشتكت ان هي كانت تخش ضلمه بتزغلل شويه. يبقى اول تاكه فعلا جلوكوما بس مش ريدنس. هي previous attacks منها بس ريكارنت H2B اول واحده. اثنين ايه اللي بطبعه ريكارنت؟ بكتيريا ألسر؟ فنجل ألسر؟ ايه اللي بطبعه ريكارنت؟ هيربس. يقول لك سخن شويه، خد ستيرويدز، خد اي حاجه، مش فاكرين الكلام ده؟ اي حاجه سخن مثلا يقول لك انا بجيله في انفلونزا فيفر صحيح بيدخل فيها على طول هيربس. يبقى مش اي ألسر، هيربس صح كده؟ ايه اللي في الكونجنكتيفا ريكارنت بطبعه؟ ام بي سي بي سي سبرينج كاتر. برافو عليك. يعني من الاخر كده اصل ريكارنت دي بيحددها حاجات محدده. ريكارنت ريد اي حاجات بيحطها في حته واحده بس. اخر حاجه ممكن يوفيتس بس كده. فرقم واحد ريكارنت، فكنا قلنا بري ايه اللي بيشخص اكتيفيتي اوف ريكارنت، فكنا ده ان الارثرايتس نفسها ريكارنت بطبعها صح كده؟ يا داخل اكتب كام ده ريكارنت. دي حاجات خاصه ريكارنت ريد اي واحد. يلا ها اختاروا حاجات بقى. اكتب اكيوت كونجستيف بس بتيم براكتس اتش تو بي، دي رقم واحد صح كده؟ اثنين اللي هي هيديك هيلوز اند بليرنج. اللي هي هيديك هيلوز اند بليرنج فاكرين؟ تخش ضلمه او تتخان يحصل لها كده. يبقى اكتب جنب الجلوكوما اتش تو بي. اثنين هيربس مش اي ألسر.
كل ما يسخن يجي له هيربس، كل ما يسخن يجي له هيربس، جاله برد يجي له هيربس. ثلاثة سبرينج كاتار كل سيزن. فهمت قصدي؟ واضح يا جماعة؟ دي حاجة خاصة جدا. آخر حاجة يوفيايتس. دي الأربع حاجات اللي هي الريكارنس فيها طبعه. تاني آخر واحدة يوفيايتس. الأربعة واحد جلوكوما جنبيها اتش تو بي. بس كده اثنين هيربس سيمبلكس أو زوستر طبعا. وليه في الريكارنس الفرايتس اوتوميون مرض اوتوميون زي الثايرويد كده ساعات بتقول بس دلوقتي انا يبقى واحد قلنا ايه ها خد رايك واحد ترجوما ستيج اتش تو بي اثنين هيرتس ثلاثه ان ايه اللي في الكونجنكتيفا سبرينج كاتار اربعه اللي بيها كلها ما عدا ما عدا عنده بين طبعا بس انا كده كده راس اللي عايز يكتب ثايرويد ماشي الثايرويد لو تيجي تروح عشان اوتوميون ديزيز يعني كلام سهل كده الدنيا واضحه مش واضحه هو ايه الواضح بالظبط حبيبي معايا؟ هنلخصها جدا دلوقتي اتفضل. بتاع الليزر بس بيعمل دراينس اول فتره شويه ليه؟ ان النيرفز اللي بتخش جوه الكونيا بتتقطع في الاول من الكلام. بيقعد شهر عشان يحصل ريجنريشن بيبقى شويه دراينس كده. النيرفيت فيها جرين فاكتورز. يعني شويه ايرادة دراينس. النت الداني بتحرقه مش عارف دي دي سهله؟ انا هلخص كام دلوقتي حالا بس اللي انا قلته ده واضح؟ صورتوه؟ صوروا واحد احمر؟ لا طب صوروا دلوقتي همسح كل الكلام ده وهنحل مع بعض دلوقتي هنكتب الكلام ده مع بعض دلوقتي الناس ده 2 3 مينتس انا شرحت غلط صح كده عايز هو يصور هنبيضها دلوقتي مع بعض يلا هاي تايم مش سامع حد وصل لي كلام arthritis. Eluvia, okay, and history arthritis, بس. Arthritis. يلا يا جماعه جاهزين يلا بقى ضهرك ورا بقى كده ايه ده خالص بقى اما نخلصها مع بعض تصورها في الاخر مش بدي تهدى ولا حل دلوقتي على طول حل على طول طيب جاهزين يلا امسح طب هناك ممكن اكتب هناك يلا يلا يا جماعه جاهزين امسح خلاص لو ظهرك ورا بقى كده هنجمع كده مش هعمل كل حاجه هنجمع امسح جاهزين يلا يا جماعه يلا يا جماعة مع بعض يلا جاهزين بقى يلا ريد اي بقى يلا اول حاجة دراجل صح يلا واحد هين ايه اثنين سكس ثلاثة ريس اربعة كمين حشك حفظ
انا عايز اقول لك معايا هنا بقى الهارمون ده التكات وخلاص نجيب من الاخر الايج كلهم ايه ميدل ايج خلصت بقى ايه التكات يونج صح كده فايه اليونج ايج في اس واي سيل واحد سبرينج كاتار اثنين كليك اهو 5 5 10 5 15 صح 3 سير لايكس عادة يعني سكس كلهم ميلز مين الميلز يلا واحد بس اثنين انكلوز بدرايس اللي عنده لو باك بين ولا حاجه او شوف بناي اللي اصلا شوف بناي صح ثلاثه سبرينج كاتر ريس سهل بقى هذا تعمل ايش عم شاف جوز الدنيا يعني ثام هيست مين فاميليا سبرينج كاتر هو هتزود حاجه اسمها كيوت الرجيك اللي هي بارنز وكده وحاجات زي كده خلاص في حاجه ثانيه في حاجه ثانيه لا يلا سهل كده الكلام جمعت شويه دلوقتي يلا جاهزين ما شاء الله حاضر حاضر جاهزين هفحص العين بقى دلوقتي اوكي يلا مع بعض واحد هين Growth, pain. Hey. Mesh. Hey, PDR. D. PDR. Oh, here. PDR. Is pain? No. My reflex? Left. Is DD the drop of vision? Is one in a lead? Lead drop of vision. Then you have pus. The pitania. Is one in a pain or pus? نفس ال نفس ال piece بس نضحك هيك ماشي يلا كويس كده كويس كده يلا pain pass pain صح كده ال pain نوع ومعاه لين صح كده ال pass swell pain واحد وانت هايبوبيون صح كده ولا انت ديشارج ديشارج سكت مين طيب شوف السكيما الهايبوبيون كم احتمال ثلاثة فرق بينهم هي جاي دلوقتي صح كده كويس بعديها البينك السؤال انت فين سيليري يبقى انت جلو انت كونجنكتايفال يبقى انت كونجنكتايفال ولا انت لوكالايز ريدنس لوكالايز تمشي لديول صح يعني ديول فليكتن مثلا كويس ممكن تريجيا انت ظهر لو بتعمل شويه ممكن بينجيكولا صح اي حاجه لديول يعني بس كده او سب كونجنتايفال هيمج دي النوع الثاني صح كده سواء ديول او سب كونجنت كويس صح كده كلام هنا تبقى بقى هنا بين ممكن يبقى ديسكونفورت حالات مين ادنيكس يعني عنده ليد كونجنتايف مش عنده بين عنده ديسكونفورت بس كده وتاني حاجه هنا تراب فيجن السؤال ليه ما تنساش الماكل ريتينا مع اليوفيايز سهلة كده؟ فعندنا بي 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 سهلة؟ اللي بعدين هفحص هفحص كام بي؟ أول حاجة تبقى تفحص على فكرة ده شكوى فحص ريدنس فين؟ فده أول فحص صح كده؟ تاني حاجة؟ نيوبن صح كده؟ أفحص لي كام حاجة؟ تلاتة واحد شيب زي مين مثلا؟ فستون بعدين سايز لو صغيرة فكر على طول في إيه؟ يوفيايتس او اكثر في يوفيايتس او العكس يعني فده دين لو واسعه جلوكوما لكن ممكن اون في بس حافظها كده بيبل واسع ريد اي بيبل ضيق ريد اي كلوز على طول اللي بعديها جارنر دي سكه ليها على طول لانس يا لانس كل انواع بقى في تومورفيك في بوليتيك بشكل كل الفرق دي بقى صح كده ده كده خدنا كيوت بعديها بريشر صح كده البريشر نلاقيه لا ايه لو واطي عالي واطي ها يوفي اي ده الاصل لكن ممكن بيرفريشن سواء بيرفريشن الالسر او رابشر لوب عين فاتحه دلوقتي كده احنا بنلخص هيحطني في المنهج واحد ديتاتشمنت اثنين بيرفريشن خلاص كده ثلاثه يوفي اكس بس الدرجه احنا خدناها مع بعضهم منها كله مش كده هيحطني دي ساين جميله في الامتحان بتحطك تقطع مرات بس كويس بعد كده عندنا ضغط عالي بقى ايذر ايه او ايه لا برايمري هي مين على طول فانت كات لا سكندري اهمهم ايه اليوفيايتس وكونيا الالسر يعملوا اوبن انجل لكن الاخطر كلوزد انجل صح؟ ودول اثنين لا لانز انديوس لا ايه؟ نيو فاسكولار جلوكوما واضح يا جماعه كده؟
علاج مختلف تماما. لو بتكلم على دي علاجها اربع خطوات، اوكي ماما بعدين بعدين مختلفه خالص. بتكلم على دي don't stop don't give but give. بتكلم على دي cataract extraction. بتكلم على دي بتعالج ليه السبب بي ار بي. فالمشكله تعرف انه عشان تعرف السبب بتعالجها ازاي، يعني كل وقت علاج مختلف. سلايه بخلي البيوبل كراش، صح كده؟ جينا سهله معايا حاجات بقى سبيسيفيك ده باظت معايا خلاص معايا سافر من ده. خلاص حاجات بقى خاصه بتمنع المرض على طول على طول. واحد فروكتوزس شابتر اوربت كده نطلع اوربت على طول على جدول الاوربت. انت قصدك كده يعني ده الكلمه دي في ذهنك ايه بتحكي ايه جدول الاوربت على طول اللي هو مين يعني سيلايتس ده دي بقى فيبر مش عارف ساينوسايتس انت قصدي كمان ساينس نبوزس دينجرس اريا ماستويد ايديما اذر اي انت قصدي على انت حط نفسك في حته انت مسكن حشو انت مشكلتك حط نفسك في حته يعني هذا السكيما كده تحط نفس 2000 دلوقتي خلاص قال لك كريبتوزس ارمي على طول فين اوربت ما تنساش من ضمنها بانوفثالمايس هنا ماشيه في سكه هنا مين اندو يعني ريفلكس سيجر انجكشن يعني هي ماشيه في جايت 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 ذات الاخر الايه اللي جابها بانوفثالمايس كريبتوزس صح كده حط مع كريبتوزس دي كلمه بليجيا ان ده بيفرق من حاجات وحاجات صح كده ان انت اندوفثالمايس ولا بانوفثالمايتس وانت بريسبتال سيلايتس ولا اوربتال سيلايتس فالبليجيا فرق عشان كده دي بيفرق يعني انت عندك انت عندك حاجه بس فرق بينهم ازاي واضح اللي بعديها حاجات خاصه بقى ماشي كده عادي جدا ده كلمه توسير سانيكيا قال لك يا توسير سانيكيا تشخيصك احلف لك بالله يو في اي على طول عنده بوزيتيف فلوريسين ستين احلف لك بالله حاجه بتكون سواء ابريجن او انسر هنا بقى ركز كويس بقى قال لي بعديها انا عايز في واحد فيهم خاص جدا مين هو تيركس لو قالك على كذا وعنده على فكره لينير برانشنج ديفكت اصل لو قالك الكلمه دي شخص اللي مرض خلاص هيبس قالك ده انير ديفكت بعد كونتاكت لينز ايه ده اكان تميمه ده ساتلايت ليجنز ده ايه ده انا بشخص بعد ما جبتي اشخص بعديها بقى انت بتتكلم على ايه شكله ايه صح الحاجه اللي بتحلف انه هيربس فعلا ديكريس سنسيشن يعني احنا في الاخر بنكتب حاجه اسمها ايه ديكريس ايه كوني سنسيشن صح فلو قالك بوستر سين ارماني في حته اسمها السر كان بعديها ايه عنده بقى بص معايا كده خلاص انا عندي ابروبتوزس بليجيا بوستير سانيكيا بوستيف فلوريسين ستين صح؟ لا ماشي معايا كده روح طالب حاجه ثانيه خالص ده عنده بابيري في كونجنكتيفا عنده فوليكلز بانس في كونجنكتيفا ده عنده بري اوريكولر ليمف ادينوبي في كونجنكتيفا فهمت قصدي؟ ده شابتر ايه؟ كونجنكتيفا بس كده داخل حاجه كونجنكتيفا دلوقتي بابيري حسب يقول لي بقى سكيما سي سكيما صح كده؟ بابيري فوليكلز بانس او بري اوريكولر ليمف ادينوبي يلا سهله؟ كويس كده خدنا كام بي؟ تبدأوا معايا؟ البعديها يا رب بايراكسيا اللي هي ايه يعني؟ فيبر بصوا الفيبر كوز لحاجة بيشخص حاجة يعني واحد بعد الفيبر انيح مرض هربس برافو عليك هربس يعني على فكرة سخن العيب عليك انفلونزا بتاع بعد كده احمر تاني ده كده ايه؟ هربس لا في المرض نفسه حصل فيبر بعد ما جه المرض ده سيلايز بانوفالمايتس حاجات معينه بقى زي ما انت فاهم بس كده فانت ايدر هو كان كوز الاول ولا هو طلع منه كان حاجه مهمه عشان كده بتشخص بانوفالمايتس سيلايتس صح ولا انت تجيب هيربس سيمبلكس اصلا كان كوز ليه يعني سهله كده واضح الكلام اخر حاجه انا عشان بس الكتاب بزودها مش اكتر بس كده بولنز هيستوري اوف اتروبي اتروبيك كراينايتس هيستوري اوف بولنز مش عارف ايه يعني إيه؟ اما لازم بي طبعا بولنز يعني ايه عارفين بولنز هو اللي طاحه كده يعني فهي اللي دخلت حاجه اسمها اكيوت الرجيك كونجكتيفايتس هي نسخه من سبرين كتار الفرق مش كابل ستون قوي خلاص كده بس هي نسخه نفس كان بالظبط والهيس بتاعها راينايتس اتوبي بولنز حاجات زي كده فافتكر كلمه بولنز دي ومشتقاتها بقى اللي هي اتوبيك ديزيزز راينايتس مش عارف ايه حاجه اسمها اكيوت الرجيك كونجكتيفايتس كلام سهل وصعب عليك كده احسن شويه الدنيا اوضح شويه فاضل حاجه ما قلتهاش بس فاضل حاجه ما قلتهاش بس استبدا ايه مستعش كده لايه سلايد لاخر راجع الدفاتر القديمه باست اوكي هيستوري هلخص دلوقتي حاجات مهمه احنا قلنا كتير صح عايز بقى نركز دلوقتي ادور على ايه من الاخر خلاص لو انت خدت بالك كلها ايه انا مش عايز اضايقك هضايقك اكتر بص بالسينتينج بروتوز اصل كله ماشي في سكه واحده ده الوحيد البالسينتينج ده مين اوكي بريس فيستا بعد تروما مثلا الشابتر كله بيهاب التجميع كلها بيهاب سهله كده واضح الكلام كلام جميل خلصنا كده خلاص نيجي بقى الاهم حاجه اللي هي ايه
باست هيستوري بقى. اتوقع يقول لي في الامتحان مرض الرمد كله مع بعض نسمع واحد واحد. واحد هايبرمتروبي يلا ايدي على هاي ايزي طبعا هيقول لك الكنيه بتاعتها يقول لك شالو انتي شيمبر نارو انجل نظاره بلس 12 بلس 7 هيديك هنا عندي في الاخر هايبرمتروبي يبقى ده كده خلاص. طيب اثنين بس كده يا رب سيدي الدمان تراتو كونس ها لاسبرين كاتار لايه اكيوت هايبرس لينز ازاي يقول لي لينز من الامتحان جراديوال بينلس سنايل بيشنت او يقول لي وايت كاتركت او يقول لي كاتركت خلاص وحسب المده اللي اديها لك بيديك الحاله اماتيور او هايبرتيور واهم كلمه هنا ايه لو قال لك كده تبص على مين على طول انتي شي صح كده انتوا معايا يا جماعه تمام اللي بعديها بوست اوبرتيف بوست اوبرتيف عيش بقى جراحه يلا واحد توزز صح كده اركان جد يلا ممكن كاترك او لوكوما ممكن نحط شاد علي بتشكل صح اي حاجه انتر اوكلر سيرجري يعني بوست انتر اوكلر سيرجري دخلت هنا في ايه لانه لقيت بانوفثالمايتس لا اوربيتال سيرجري دخلت في ايه سيولايتس زي مين اكزامبل باكل او سكوين سيرجري لا ده عنده ريبير اوف رابتشر جلوب شو انا جربتها صح كده واضحه معاك كويس كده بوست اكتر كهيستري اللي بعد كده كله خدناه انا بجمع بس صح درجز انا بقى بقول بقى سيستميك ودرجز عشان نختصر بقى سواء سيستميك او اكتر ايه درجز تهمني والله لو سيستميك مثلا زي مين توبامريت مثلا مدفع بيعمل بايلاترال اكيوت كونجستيف بيلز تخش في سكه ايه يبقى صح جلوكوما صح كده طب ايه الاوكلر درجز اللي تهمني انا في الامتحان واحد ميدرياتكس ده مين اكيوت كونجستيف توسيع اثنين ستيرويدز دخل في ايه ده؟ انسر غالبا صح؟ ثلاثة انستاتكس خلى الواحد مع نفسه جدا دخل في ايه ده؟ انسر برضه خلي بالك الستيرويدز دي خلاص ممكن تبقى جايه مع هيستوري اوف سبرين كاتار بيدخلك بعد كده في كاتر جلوكوما فاكرين الكلام ده؟ احنا كنا قلنا قبل كده قلنا سبرين كاتار طلع منه سهم سهمين سهم كراتوكونس سهمين كاتر جلوكوما ليه؟ ستيرويدز الاستروجين صح مش كده كده مش كده كده لا يعني جامد كده كويس قوي يبقى عندنا ميدرياتكس ترويز انا دول اهم حاجه عندنا في الامتحان يعني الباقي بقى احنا سويناه كده على جنب 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 ليه دي كونجستنس مش عارف ايه حاجه كده بروستاجلاندس كده دول اهم حاجه في الامتحان كويس سهل درجز يبقى جراحه درجز اللي بعديها تروما الحاله بتخلص في الباست هيستوري خلاص تروما واحد كيميكال تروما صح كده اثنين بلانت تروما فرقعت العين او عملت هيماتوما قلنا في الاخر سواء هيماتوما او رابتشر جلوب او شارب تروما عملت رابتشر جلوب صح كده اللي بعديها هنقول تاني تروما ايه اس فراكشر صح سواء فراكشر بيز او ايه سبت فراكشر بيز او فيشر فراكشر ده دخل في ايه سيولايتس ده دخل في ايه subconjunctival hemorrhage صح ما انتوا عايزينها خلاص وطلع بقى كده بعديها يلا ها previous attack يعني ايه الكلمه دي يعني recurrent recurrent دي يعني ها حاجات خاصه جدا واحد acute congestive uveitis spring catarrh herpes simplex بالمره نستروك هنا bilaterality ناس في نوع صح bilaterality هما كونجنكتيفا يوفيا واخر حاجه دي سيمبثاليك اوفثالمايتس او كافيرنس ساينس تروبس صح دي في الاخر كلها هي هي سهله فكره بس عايز اقول كده البيت دي سهله جدا كلها دي معقوله سهله كده سهل الكلام خلاص كده سواء دواء او عمليه او خبطه او اتاك قبل كده او حاجه في العين نفسها فهمت ماشي ازاي خلاص كده اخر حاجه مطلوبه انفكشن انفكشن بحسب مكان ادنيكسا وهكذا بقى اكتب الانفكشن ادنيكسا صح؟ اكسبوجر كده يعني سهل كده يلا حلو هيبان بقى انا عايزه كده في دماغك قدامك على طول فيها طبعا ديموغرافي 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 طب كده ليه 3 باس هيستوري سهل البيات سهل البيات خلاص يلا ايوه
قلة أدب. أكيوتوكروني. أكيوتوكروني. قلة أدب. قلة أدب. على فكرة مش الكتاب مزود حاجة اسمها كده يعني ميديكامنتوزا. إن هو ممكن أطرات نفسها أطرات 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 تعمل التهاب في العين. بس كده؟ هي النتيجة دي تفتكر أكيد بحرف الإيه؟ لو أنت خدت دواء بالذات يعني فيه بريزرفتيف كتير. طب إيه المرض اللي إحنا خدناه بياخد علاج مدى الحياة؟ يقول لك واحد ماشي على الجوع بقاله كتير جدا. بس صعب تيجي حالة. يعني صعب تيجي حالة كده. بس ما أنت فاهم أنا هبقى أضع أي حاجة على كتاب مختلف هبقى لكم إن شاء الله. آخر حصة إن شاء الله بس سمعتها مني دلوقتي. وأنا كده؟ أوكي؟ يلا نحل بقى. هنستمتع دلوقتي. سهلة كده ما ينفعش اشرح الاول لازم ما ينفعش اشرح الاول ما ينفعش هتوه مني لو اشرح كده ما ينفعش لازم اشرح الاول يلا بقى جاهزين بقى يلا يلا يا جماعه تعبتوا تعبتوا طب الدنيا سهلة الدنيا ماشية كويس يلا الامتحان بتاعكم هتكلم عن مين ده يلا يلا صفحة الاثنين انا عايز ابصوا انا دول خلص خلاص دخلني مشهور ده انا عايز قبل ما اكمل القاعه تتزلزل طب اروح حاجه اروح حاجه انا هحلف على كده هحلف على كده هتشوف دلوقتي انت هتحس ان انت موضوع فعلا ميه كده هتشوف دلوقتي مش هكمل السؤال هتشوف يلا بس بس بكرة تعرف مين الكلام يلا صفحة 2 problem 1 a 65 year old lady حالة دي مش هكمل فظاع فكاهة يعني visited her doctor to have her glasses checked and to check her يعني خدت Midriatic. Yes, salam alaikum. By the time she came home, she started to have colored halos, AHD. هي halos مفهوم. Halos يعني. Followed shortly by severe. أنا أسأل بحاجة سايب في symptoms. لا لا حبيته جدا. PDR صح؟ في واحدة بس في شكل خاصة. برافو عليك. itching جامد بيعملين ده. الوحيدة. يعني كلهم PDR عادي DDR عادي جدا. الوحيدة فيها شكل خاصة جدا من هي طبعا. إيتشين جامد جداً كوزة تعملات من كتار أصبحت؟ ماذا؟ الحاجة الثانية دراي آي لو قال لك أنا فعلاً مش أنا ناشفة أو بتحس أنا معمل كده هو غير كده دي دي آر بي دي آر شو رمض سهل إزاي؟ رمض جميل جداً هو فعلاً يعني ممتع بديع والله بديع يلا بس يلا يلا بس يلا 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 تاني عشان انا افتكرت كلمه دي بصوا عندها سيفير رايت تمبر هيديك اند فوميتنج احنا فوميتنج ده في المدرسه خدناه كم مره طب القديمه وفتكات حاله دي فتكات هنحاسبك على كل كلمه هتقولها مش عارف اقولها صح هي دي ار بس وفليكتن دي ار بس ما نخش بقى في بعض ماشي خلاص لكن دي ار بس لو بقت ulcerated infected تعمل دي الشغل بس انا بجامل ده برافو عليك قوي حاجه انت بتسكتين بس بتسكتني جدا يعني انا اتمنى فعلا يعني هبقى اكستسي اند ايفوريا لو حد مثبتني احس كده انت يعني ايه ده بصوا انا عايز اقول حاجه بس انا خدت كورس تيتشنج خدت كورس تيتشنج يقول لك نجاحك فعلا انك تثبت الواحد يقول لك كذا ايه ده خلاص انت كده انك عامل ستودنت يفوق الاستاذ بتاعه انت خلاص كده مصطفى ودي لا مش قصدي قصدي يسعدني يعني عايز اقول كده بس جدا بس انا كده انا مش هتقلي كلمه غاليه جدا السون ده نجاح حقيقي اي فعلا انت بيتك على الصبح بقى يلا معاك حاجه تشيل فيها يلا شيل بقى يلا اتفضل اتفضل تسرى مش سامع ايه؟ ازود البي ايه؟ بروي بروي لا كده بوصلكم انا 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 كده بوصلكم ماشي يلا
ماشي على فكرة روح البيت زي ما انت عايز شيف زي ما انت عايز يعمل زي ما انت عايز انا بديك انا بديك ايه انت عايز يلا انت شيمر اوف ذا رايت يعني انت بقى انت ذا انت شيمر اوف ذا رايت اي از اكسبكتد تو بي ديب شالو طبعا ذا كون از اكسبكتد تو بي هيزي واي ديما طبعا طب روح عليا The treatment of the case essentially medical. Omalia A. Initially medical. Here initially medical. مش essentially. صح كده؟ ماما في الأول وليها ترتيب معين. فاكرين؟ آخر حاجة بيوتكس. الكتاب مزود حاجة مناسبة اسمها كونيا اندنتيشن. احنا قلنا أي حاجة زيادة ولا في الآخر. يعني أدوس على كونيا كده جامد عشان أفحص ليكس باربي. كتبها باراجراف كده يعني مش مهم. مش مهم بس يعني هي ماما خلاص. لا طبعا لا معلش. خبر كونيا أول. Atropine drops should be started immediately. انت بتخدمه. يعني هو خد توسيع جات له اتاك. فدي اتروبين بقى. انت كده يعني ايه عشان تحت يعني تحلم بقى خلاص. فرصه غلط دي. فرصه طبعا. فرصه ما فيش كلام تاني اصلا. هي فرصه غلط. اللي بعديها. Topical steroid drops can be used in the management of this case. ما الايه الثانيه دي؟ انتي انفلاماتري. Analgesic, anti-emetic. أنا عايز أقول كلمة في الموضوع ده. Topical steroids can be used, صح؟ Must be used. اكتب عندك كده. احنا هنعدى على الامتحان. ايه can be used دي؟ لا هي must be used. مش قلنا كده ولا لا؟ مش هسانيك يا. راجع نفسك مذاكرة. Must be used. لازم steroids. فكلمة تحطها نظر قلت لك سؤال منفصل لوحده. فاكرين؟ قلت لك بيتسال منفصل لوحده. Steroids لوحدها. بس كده؟ سهل السؤال؟ هينفق دي بالله عليك. Just like this. كان ايه التك حد فاكر؟ Thumbs. كويس السؤال الثاني يلا سؤال صفحه 12 بروبلم 1 صفحه 12 بروبلم 1 16 year old boy ده حاجتين young boy ده يعني بص young boy صح كده ماشي بس young mean inflammation that started since few days acute young slit lamp examination of this eye showed a dull white limbal nodule خلاص كده مش عايزين تكمل نقطة ماشي ماشي about one half يعني surrounded by blood vessels localized red flicked هل الفليكت متقبل؟ تخيل بجيب لك حالة على الفليكت يعني حالة من رمض على الفليكت مش الدرجة دي ماشي يلا The treatment of this nodule is basically by antibiotics and antibiotics مناسبة من ضمن الانفكشنز عشان قلنا الانفكشنز هنا في حتة somewhere هنا كده ممكن تستعمل parasites تي بي او مش عارف ايه فاكرين؟ تمام الفليكت يلا بقى علاج انتيبيوتكس دي اتروبين علاج الفليكت الانتيبيوتيك اتروبين علاجها ايه؟ ان سعيد ما جابش نتيجه سعيد هتدي سعيد توبيكال شورت كورس واوف ذا كورس باراسايتس وكده صح كده لو في السر اتروبين هنا كاتب اتروبين اكتب ايه؟ ايه السر ايه السر ده يشرفني This lesion may be related to tuberculosis. صح. فولس طبعا. This nodule is basically treated by antibiotics. هي دي infective ولا non-infective؟ basically atropine يعني كده اسمها atropine لا طبعا علاجها ان سعيد كوز صح يا جماعه غلط طبعا اكتب كلمه علاج ايه عشان افتكر اللي بعديها the lesion may be related to tuberculosis صح بس ودي كلمه بره كونجنكتايفا يعني تي بي اوف ذا لانج ناسين يا ريس فليكتن ايه فليكتن تي بي اوف ذا لانجز باراسايتس اوف انتستين Staph in the lids, strip the tonsils. على فكرة أنا مش عايزك فاكر كل حاجة. أنا مش عايزك فاكر كل حاجة. بس أنا بتكلم كده بتفتكر معايا ده اللي فارق معايا دلوقتي. ما بتفتكرش معايا مش فارق معايا حاجة. هقول على نفسك يعني. الرمض باللي بيشرحه بالامتحان ولا حاجة. كل ما نفسيتك أنت. أفكار ده ضغط نفسيتك أنت. دي أهم حاجة عايز. بس المذاكرة مش كل حاجة. ما تدمرش نفسك تحط نفسك كلام مذاكره بس ده تدمير ليك يا روح ما تدمرش نفسك بره خالص تدمير بره خليك كده يلا ما علينا اكتب تي بي اكتب ايه كده اوتسايد ذا كونجنكتايفا كوما هي ستيب ان ذا ليدز يعني فكر نفسك اللي بعديها كونيا بيرفريشن مي ريزلت فروم ذيس كونديشن فليكتنج بيرفريشن حط نفسك في حته فليكتن كونيا ألسر كان ليه اسماء فاسيكولر كان ليه وصف اكيوت ايه سوبرفيشال سيربيشنس قلت لك ليه مهم السوبرفيشال دي نو بيرفريشن يا
ايه الالسر سوبرفيشال هيربس ده رقصهم طبعا اتنين فاسيكولر ثلاثه كلاميديا تراكوما الالسر دي دو نوت برفريت اما ليه خدنا واحد اتنين واحد اتنين انا عملت الاثنين وانا عملت كومبليكيشنز ليه عملتها كده عشان تفكر الحته دي ان في حاجات سوبرفيشال وحاجات ايه ديب على فكره الكتاب الجديد كاتب كومبليكيشنز اوف ألسر كلمه بالظبط ثلاث جمل perforation that may lead to glaucoma or endophthalmitis full stop تخيل يعني كاتب complications of corneal ulcer جملتين كده مش شارح حتى perforation الكلام ده يا جماعه مش هينفع هو كده بالظبط the most dreadful complication is perforation طب ايش بقى the most dreadful طب اديني اي حاجه دي dreadful لا طبعا مش منطقي يعني تعالى قلت له كده مش هينفع بقول لك تعرفها ازاي تعالجها ازاي مش هزار يعني الثلاثة سوبرفيشال ألسرز واحد تراكوما كلاميديا تراكوما يعني اثنين فاسيكولر اللي هي افليكتد دي ثلاثة اللي يهمهم هيربس سيمبلكس انليس خد ستيرويدز في الكلام ده تمام اللي بعديها the lesion may develop into a panis that is present shaped with a serrated border طبعا السؤال ده مش هيجي تاني خالص كده مش هيجي تاني مش هيجي تاني ان هو لقوا البانس خلاص من الكتاب الجديد فاكرين الجدول بتاع البانس؟ جدول بانس هو الفرق ازاي البوردر عامل ازاي ستريت بوردر سريتد بوردر برانشنج فيسلز في البانس يعني مش فاهم انسان مش هيجي تاني بس يعني اقروه بس يعني ما اعتقدش الكلام مش كاتبه الميزه الوحيده في الكتاب الاسم الوحيده انا شايفها يعني ان هو ملزم بيه فين؟ في التحرير دي الميزه الوحيده للكتاب الاسم ان ما ينفعش اجيب لك سؤال مش كتاب الاسم فاحنا الحمد لله معديين بس كده يعني هو ممكن يجيب اكتر ممكن وهو قال كده يعني اول كده شخصيا هو قال this is the minimum required وقال كده بعديها and there's no maximum ده كلام انت حضرت سمع كلامه بنفسه قال المينيمم الكتاب ده جايد ليك ده المينيمم بتاعك لكن ما اقدرش اضمن لك اعلى من كده قصدي لكن هات لو عايز مش هيقل اكتر من كده ما تخافوش يعني لا 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 المهم اخر حصه نظره بتحله ازاي؟ هنكتب في الكتاب وتزود وهتزود خلاص عشان بس نجيب من الاخر بس في الكتاب وهتزود انت ما تعرفش مين صلاح ورقتك اسمعوا الكلام يلا عادية بقى treatment of this lesion gives a permanent immunity against recurrence على فكره فليكت برضه اي حاجه الرجي ريكرنت فاكرين ريكرنت؟ اي حاجه الرجي يعني فليكت زي سبرينج جيتار ريكرنت برضه وابسكلرايتس وستيرايتس ريكرنت برضه بظن مفيش حاله في الامتحان قوي يعني ايه بس اي حاجه الرجيك ريكرنت اي حاجه اوتو اميون ريكرنت يعني يوفيتس هي مثلا ايه ابسكلرايتس هي سكلرايتس انت قصدي اي حاجه ريكرنت يعني اوتو اميون البلد مش مهم بعديها بقى سالي معايا خلاص الحاله دي ايه فليك يعني ايه التكه بتاعتها الوحيده بكل درس النهارده لوكالايز ريدنس ان ا يانج بيشنت بس ده هي كده نوديول في واحد صغير ده الحاله بتاعتها اختلف مين دول بس اخر سؤال ماله؟ لا طبعا ريكارد ايوه ريكارد يلا واضح يا جماعه اللي بعديه ده سؤال فليك كده خدنا واحده فتكات وواحده ايه؟ فليك صفحه 15 سؤال 8 ده امتحان 90 امتحان 90 كده لغايه السنه اللي فاتت كان كده لغايه السنه اللي كان امتحان كده هيحصل السنه دي اي اكسبكت هيبقى كده بس ممكن يجي صعب يعني 5 6 7 ممكن كده بس عشان النهارده لما بالذات الامتحان يبقى حلو كده انت مذاكر السكيماتيك كويس انت الامتحان يخلص منك كده هيخلص كده وتكتب كام حاجه سؤال ايه ساي بس واضح كده اوكي يلا بسرعه هتشوف وسط بجيتيزم ولا لغايه هذه اللحظه لغايه هذه اللحظه ترو فولس عين شمس لا عين شمس اكتب يلا صفحه 15 سؤال 8 صفحه 15 سؤال 8 A 45 years old man يعني كل حاجة ده age difference sexy ها 45 سنة مين على فكرة the way I teach you this ده مش الرمل ده للطب ده بتمسك حاجة للطب demography general ocular symptoms signs ده طب فأنا بقعد أقول لك حد بطل أعمى كده جراحة كده النساء كده demography من قصدي general the system اوكي يلا 45 سنة تحتيها سطر بعديها male تحتيها سطر presented with the clinic with ocular pain, headache, lacrimation, photophobia, PDR. PDR blab, yeah, ده red eye. صح كده؟ PDR blab, يبقى ده red eye.
ده كل ده سيمتوس ده اللي سيمتوس على بعضها. On examination بقى the laser edematous ماشي the conjunctiva injected but no discharge نفى conjunctivitis بس كده anterior chamber showed flaring cells أثبت uveitis. برافو عليك. The iris was indistinct صح muddy iris مش باين details and the pupil myotic عين حمراء pupil ضيق على طول uveitis بس كده. الضغط كام 14 نفى لوكوما فلوريسين نيجاتيف نفى يعني قال لك دي ريد اي على فكره بس على فكره مش ألسر وعلى فكره مش كونجكتيفايتس وعلى فكره مش جلوكوما فاضل واحد ايه هي واثبتها لك بايه فيرنس سؤال رائع اغلي 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 حطها في حته واثبتها لك. طب دكتور هو في فرق ايرس دي بينالي في ايرس عنده مادي ايرس عنده عنده ايرس اوكي اللي هي بالنسبه للبروتينز هي نفس المعنى تيو جايز وات يس دي عليه مطيه مفيش باتر ايمادي سهلة فكل كلمة ليها معنى نافع 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 اثبت خلاص يلا بعديها يلا مايوتكس ان ذا فيرست لاين اوف تريتمنت احنا عشان عايزين حل كل ما تحل اكتر يبقى احسن لك انت مايوتكس فيرست لاين لا حتى الممنوعات في الريد اي هيت نيفر اي بايلوكاربين كلهم الوحيده بتاخد بايلوكاربين مين هي الوحيده بتاخد مين فتاكات ماما حتى السكندري كلوز انجل ممنوع ايه بايلوكاربين صح يعني الشابتر ده كله ممنوع ايه بايلوكاربين الدواء الثاني بروستاجلاندين في حاله مين يوفيايتس حتى الكونتر انديكيشنز ايه شفت ازاي سبحان الله ربنا خلق الطب سهل والله يلا ماشي يلا دي سهله بايلوكاربين بيتاخد فقط في مين فتكات يعني الالسر ياخد بايلوكاربين اللي عنده الالسر يوفيايتس فهمت قصدي كله نبل الوحيد فتكات يلا ستيرويدز ار بينيفيشن بالله عليك انت ايه رايك اتس ذا مين ستي اوف تريتمنت ذا الاساس كورنر ستون اوف تريتمنت حجر الاساس تعالى ليه توبيك طبعا مين احسن توبيك ستيميك توبيك طبعا انا ستيميك ده بضطر منه ساعات ساعات انا توبيك ستيرويدز طبعا ترو يعني انا لا ما يعني بالعكس يعني مو مين يعني يلا بلوجينج اوف ذا انجل ان ذا ايرلي ستيجز كوزز سكندري جلوكوما هو بيتكلم عن الفيايتس clogging of the angle صح ولا لا plasmodium equus طب ايه تاني trabeculitis طب ايه تاني steroids طب later on occlusio لا لا occlusio subclusio PS evascular في كام درجة في الاول open angle زي هنا early late closed angle مش كاملة نفع ولا لا يعني اسألي الفيايتس عن جلوكوما البعدين rheumatoid arthritis is a common association of this condition انا احسن يتكلم لا عشان ده بيتكلم شو نجا لا الوحيد اللي بيع انا هكتب دي ترو على اعتبار واحد بس جوفينايل الروماتويد نفسه الروماتويد ارثرايتس نفسه بيضرب ذا اوتر كوت اوف ذا اي سيكا سيندروم ايبسكليرايتس سكليرايتس كورنيا ماليش دعوه خالص بورع عين اللي بيضرب بورع عين جوفينايل تايب فدي على اعتبار ايه جوفينايل قلنا احنا قلنا كتاب كده مرتين كتاب كده مرتين يعني في الاخر الشابتر خالص نفاها فوز بس كتبها هو كتبها مرتين مختلفين زي في التروما مثلا في التروما كاتب never patch a perforated lobe واول كده في الاول خالص you have to patch يعني هو never حاجتين مع بعض بس الصح الصح روماتويد ما عملش uveitis الدايبيتس ما عملش uveitis ده صح بس كده كاتبه ضمن الاسباب وكاتب يعني فاهمين قصدي يعني هو بيتراخد نفسه لا دي صح دي بقى صح بس على اعتبار ايه قلنا ايه juvenile كل حاجة رامد عشان حسب تلاقي فين إكس راي شست ولا إكس راي باك شست أركيدوزز باك أكروزين جوينتس فدي كده كان بيك أسئلة كمان كده جوفينايل أرثرايتس في الامتحان عملوا أي حاجة كده اكتب له كده بقى بتاعتك جوفينايل جوفينايل البعديها شست إكس راي is not one of the investigations needed to diagnose the etiology of this condition فولس طب ليه إكس راي طلع منها أسهم لسه تسألوا طلع منها أسهم إكس راي شست ليه sarcoidosis TV, X-ray back and closing spondylitis صح كده؟ الواحد عنده يفيا لو سؤال ده سؤال ده حط فوق خالص كده comma ulcers, genitalia oral حط فوق كده chest troubles sarcoidosis حط فوق كده عنده periosis alopecia neck stiffness عنده low back pain أو stiffness ankylosing اللي هي general history الحالة ده شخص past history هو قال لك دي فاتس عام وخلاص فهمت قصدي كده لكن اداك حاجه موجهه لحاجه اختارها واضحه كده بتهي دينا بتاسهل دلوقتي دينا اسهل دلوقتي
يلا بعديها. سؤال رقم صفحة 17 رقم 7 من فوق خالص 17 7. يلا يا جماعة ايه اللي تشوف؟ اكس ايه؟ مش عارف تتكلم ايه؟ لا اتس ون اوف ذا ستيشنز. اه طبعا تشوف سايكلوس تي في سايكلوس. لا يعني اتس ايه يعني هي ده فولس يعني هو بيستخدم. انا كاتب ان هي تي في سايكلوس. بقول لك تي في سايكلوس. الكتاب كاتب حاجه صح. انا برضه يا جماعه في التجمعات ان قال لك انا مش هعمل انفستيجيشنز في اليوفيتس غير لو انا مش عارف اوصل لحاجه. فكده انا شفتها. انا قلت لك ايه؟ قلت لك عليهم 5 سي فاكرين؟ هخلي الكوز اخر حاجه. هو الكتاب كده معلومه صح بس هو صنع اربعه شويه. قال لك a workup is indicated لو فعل indicated يعني مش هوصل لحاجه recurrent attack. لكن اول مره تجيله مش هعمل حاجه. هجمعها لكم ان شاء الله يعني. انا قريت الكتاب كله خلاص فعلا الحمد لله كله بالكلمه خلاص. فاي حاجه هتكلمكم ان شاء الله في الاخر. اوكي كده؟ يلا يلا صفحه 17 صفحه 17 سؤال 7 فوق. يلا يا جماعه 19 years old. ايه ده؟ 19 على فكره 19 years هي ممكن تمشي برضه هنا. انا مش مكتوبه هنا بس هتعرفوا لوحدكم. هي حاجه بتيجي في السن الصغير frequent change of glasses كده في السن الصغير. بصراحه ماشي 19 year old was complaining of frequent changing of glasses. عندنا في مانك اربع حاجات بس. صح كده؟ نكمل بقى. His refraction ايه ده his؟ المفروض يقول ايه؟ ها؟ ان كاتكونس اكتر في مين؟ يعني سن اكتر في مين؟ لو كاتكونس في ميل اشك سبرينج كاتار. شوف هيز فرقت معايا. صح ان كاتكونس ليه؟ انا يعني ممكن لحظه؟ ممكن لحظه؟ ممكن لحظه؟ لو دي ريد اي المره الوحيده جت فيها ريفراكشن كانت فين؟ لا مرتين كاتكونس هايبرتروفي حرام. صح؟ المهم يعني هيز ريفراكشن واز ماينس 6 with minus 4 سلندر تشخيصا. يعني minus 6 minus 4 يعني في رقمين. ايه اسمه ايه مبدئيا؟ استجماتيزم. السؤال التاني جبت رقمين يعني قلت ارقام يبقى راجل الاستجماتيزم. صح كده؟ السؤال التالت minus plus 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 ايه هنا؟ minus و minus يبقى compound myopic astigmatism. يعني دي عندها او عنده compound myopic regular astigmatism. يعني في الاول وفي الاخر يعني ده early ولا late catechonus؟ بدليل حاجتين ايه هم؟ regular وعلاجه glasses. دي حاجتين. ما هي لو وصلت لدرجه الراجل علاج ايه؟ contact lens. صح؟ فكل يقول لك frequent change of glasses يعني لسه بيستجيب glasses لسه بدري. يعني لسه كونيا clear. فهمت؟ واضح حاجه مش واضح؟ استنى كده يبقى عندنا حاجتين هي early اللي هو شفت مقاس فعلا. تاني حاجة عندي ايه فريق جاس. Central corneal linear opacities were evident on slit lamp. ايه دي اسمها ايه دي؟ Box dry. برافو عليكم. ممتازين. هم الهوريزونتال مين؟ Half dry. Excellent. Pachymetry showed decreased corneal thickness in both eyes. الكاتكونس ايه؟ Bilateral. صح؟ يعني ايه pachymetry؟ Thickness. So ده كده two signs؟ لا three signs كمان. كذا حاجة واضحة؟ عمال يقول لك كاتكونس. على فكرة myopic. وعلى فكره بتغنى نضاره وعلى فكره سنه صغير وعلى فكره فين كورنيا وعلى فكره فين كورنيا بديك ساين ساين ساينز. ونكمل بعد كده بقى مع بعض تريتمنت اسم الكويشنز. يعني سوفت كونتاكت لينز كان كوركت ذا ايرور ذيس رايت اي. صح ولا غلط؟ صح. طالما جبت الرقمين توريك فين توريك كونتاكت لينز اسمها توريك كونتاكت لينز اللي هي فيها بريز بتاعها دي. اه ينفع ينفع سوفت. اه لسه ايرلي جلاسز وسوفت ينفع. لو بقت irregular لازم hard. هو سؤال واضح. soft contact lens can correct the error in this right eye. يعني في الحالة دي اللي هي minus 6 minus 4 اه ممكن. صح احنا قلنا كده اللي هي اكتب جنبي كده toric contact lens. خلينا نعمل كده اللي هي astigmatic contact lens لسه early. The vertical linear opacities are termed half dry. اسمها box طبعا. LASIK is a safe alternative glasses. فضيحة طبعا. فضيحة. ده حتى بيقول لك باكيمتري ثن. يعني هي جالك اوريدي ايه؟ ثن. نيفر ليزك. ده بالعكس هي بتتفضح وهي جايه تفحص ايه؟ ليزك. وقبل ما انسى بس عشان برضه افتكر حاجه في كتاب كاتبها من ضمن الحاجات اللي بتبقى اللي بتخلي ينتشر فايرال كونتاكت لينز كتير اصل الالتهاب تيجي هيستوري. اصل كده جالك عين فحص الدكتور اصل احنا دكاتره. اصل جالك فحص على عين ست عارفين ست لامب حطيت الضغط على العينين حاجه اسمها تونوميتري على العينين كونيا. خلاص هو عنده الادنو فايروس وانت فحصت العين ده جه واحد بعديه فحصت عليه حصل له هو ايه؟ ادنو فايروس.
يعني ممكن الفحص التونوماتري نفسه في العين نفسها يعمل ادنوفايرال انفكشن. عشان كده بعد اي فحص تمسح اللي هي بتاعت البريشر. بس عشان كده دلوقتي بقى الليزك الحاجات دي انا كاتب عندي كده حاجات اللي ممكن تيجي هيستري. خدنا النهارده واحده اللي هي الليزك جاي تعمل ليزك، خدنا النهارده واحده انستاتيك. يعني الحاجات اللي بالكتاب اللي تمشي هيستري. انا كنت بقى مجمع افتكرتها دلوقتي. المجمع كمان تونوماتري بيفحص العيان، بيفحص عيان في العياده وبعديه حصل له. قال لي كان لسه فاحص امبارح في عياده عند دكتور بيس ضغط كده يعني هيستري يعني خلاص كده اللي بعديها زي فانتس. يلا فيرنال كرياتونيت ديفايس كومن اسوسيشن. ده ايه ده؟ ده راجل صريح جدا. طب بيقول لك ايتشنج سيجنيفاي حاجه، لكن ده بيقول لك على طول سبرينج اتاك. ينفع ليه هنا بالذات؟ عشان بوي كرياتوبلاستي هاز ا لو سكسس ريت ان ذيس بيشنتس ليفت اي. سبرينج اتاك طبعا ترو، طبعا سبرينج اتاك ترو. يلا بريتيريا كرياتوبلاستي ده نجاح عالي جدا. ليه عالي جدا؟ مش انفكشن. نسبة نجاح كراتوكونس كجرافت يعني كجرافت سيرجري عالية جدا جدا يعني. بس كده ليه؟ اي بالظبط. وقال لك ليه؟ قال لك في اللفت فين سؤال؟ مش ده رايت لفت؟ الرايت عنده كومباوند مايوبيك ريجلا استجماتيزم، اللفت عندها بوكس ترايل ورفيعة. يعني ده ايرل وده ليه؟ عشان كده بجي حد العلاج قال لك ايه؟ نظارة في دي وجرافت في دي. فهمت حاجة؟ يعني عايز لك واحدة ايرلي وواحدة ليت. هو عايز له كده يعني. فهمت قصدي كده؟ واضح؟ في امتحان بيقول لك ليفت رايت عشان ما تلخبطش نفسك. تكتب ايه؟ ليفت رايت تحتيها الساينس. بس كده اسأل سؤال يا جماعة. إيه انا عايز سؤال بس، رهبة الموضوع خفت خلاص؟ الموضوع بقى سهل؟ اللي بعديه يلا بقى، اللي بعديه على طول. نفس الامتحان. نفس الامتحان اللي بعديه على طول. 28 سنة man presented with a right painful red eye. الحالة red eye accompanied with drop of vision PDR. اللي بعديها patient mentions recurrences. شكرا. recurrent red eye حددها لي، حاجات محددة. يلا of this condition twice before in the past 5 years physical examination revealed the presence of aphthous ulcers in the genitalia and the mouth. أو في تمارس بروح عليا بس بروح عليا أكمل السؤال ده. examination vision counting fingers ماشي. anterior segment ciliary injection. شكرا. عملت البينك بينك فين البينك؟ أنت بتطلع كده فين البينك؟ ciliary. صح كده؟ اللي بعديها creatic precipitates. عايز حاجة تانية؟ اللي بعديها anterior chamber cells and flare. طب خلاص اللي بعديها أنا بقى بس بعد شوية صح؟ pressure منه نور الحالة دي بيزك يا بيزك طبعا. يلا ده pupil هو بقى السؤال بتاعنا. يلا ده pupil is usually myotic. ترو طبعا يوفيتس يا pupil هو بيكمل لك البيهات. شوف بيكمل لك اللي بعديها بايروكاربين حتى الممنوع البيهات. شوف بايروكاربين بيتاخد وده بالذات ما فكرش فيه اصلا. البريشر نورمال يعني حتى لو اقول علاج يعني مثلا هو سؤالك ايه البريشر نورمال فلو هيختزل علاج لو هدي علاجات دي ايه؟ بيتا بلوكرز اند دايموكس. يعني لو سؤال بطريقه ثانيه انت بتحب تدي ايه بقى لو الضغط 35 مثلا؟ يعني بيتا بلوكرز ودايموكس. دونت ستوب دونت جيف بات جيف. ممنوع حاجتين بايركاربين اند بروستاجلاندز. فاكتب جنبيها جنبيها كده اهوت ولا حتى بروستاجلاند. فكر نفسك بس كده. ولو اكتب ايه لو ضغط عالي؟ بيتا بلوكرز دايموكس. راجع عشان كنت مذاكر كده. اللي بعديها ذا ديزيز از يوجوالي انفكشوس نون انفكشوس طبعا. ذا انتي شيمبر مي شو هيفيما نادرا جدا. لكن يا مراجك فيايتس فيروس وجلوكوكا ستروما الكتاب الجديد مش جايب سيرتها خالص بس كده اللي هي مراجك سكلايتس ده فيايتس بيسكس هيكون في ترو او ترو بس ريرلي جدا. انا صار يعني جاب لي سؤال ماشي يلا لكن يا مراجك فيايتس قلناها اللي هي سام تايمز هيمرج حالات معينه كده بس الكتاب الجديد لغاها خالص. الكتاب الجديد لغاها خالص. الميزه في الكتاب حاجه واحده ايه؟ تحرير. المفروض اصل لو جه سؤال بره الكتاب ثورة ثورة وانت قاعد. طب نعرف ازاي؟ احنا ما نعرفش كده اسمه اصلا. بناتنا 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 may be affected in this condition. بحث تروح بناتنا؟ الاسئله يعني يعني جودنس يعني فيري سبيرفيشال يعني حتى مش قال لك ايه طب ايه الفرق؟ لبايت تستعمل انكلوجن. البيست حاجتين في المنهج مين هم؟ بين اكلوجن يو في ايكس صح؟ جاب لك واحد يسالك على الثانيه. البيلز حاجتين في المنهج
بابلديما بين الفرق بينهم ازاي؟ فيلز صداع النظر كويس بابلديما، فيلز نظر وقع بين اكلوجن. الكتاب مش جايب فيلز بين اكلوجن خالص، بين اكلوجن الكتاب كاتب كلمه واحده بس. ايه حد قال بين وارت اكلوجن؟ انا اتخضيت يعني تشارج بارت اكلوجن بين اكلوجن. انا ما انا مش عارف، انا ما فهمتش صراحه يعني. ما علينا يعني. الخلاصه افكتد ريتنا يس افكتد في البايكس. كل حاجه بقى يوفيات كلها بصفه عامه، لكن هو عايز، لا هو عايز يقول لك الباه ست ان ذس يعني الباس بيعمل ايه للبايكس. طب كايوفيايتس لا حوار اسيستويد ماكلر اديما تراكشن اتاتشمنت ثرو كويس روايه. طلع من الريتنا دي طلع سهمين كويس، طلع من اخر سؤال ده سهمين. يعني الريتنا ازاي تتضرب في العيان ده اللي عنده بهست يوفيايتس؟ والله البهست يعمل بين اكلوجن واليوفيايتس بيعمل بقى كل حاجه بقى تراكشن اتاتشمنت ثرو ماكلر اديما. فهنا شقين ترو ترو يعني ايه كده ترو اند ترو يعني كده ترو ترو حاجتين ترو. سهله كده برافو عليك. اللي بعدين يا السؤال 27 صفحه 27 تعبتوا؟ لا الحل اسهل ده صفحه 27 يا ترى صفحه 27 سؤال رقم 7. A 25 year old man came complaining of drop of vision in the right eye, ocular pain, photophobia, redness, PDR. دخلني فريد اي سندروم كده خلاص. صح PDR هي على بعضها؟ كويس. Examination revealed hazy view through the anterior chamber. يعني anterior chamber hazy. Clear and sense. And constricted pupil. طب ماشي. The left eye normal, history of similar attack, recurrence. يا كده كيف يعني تصور؟ صح كده؟ يلا شوف جابك هنا في الحاله دي كلها ثلاث كلمات بس، ان هي ريكرنت فلير اند سيلز واللي عنده ايه؟ مايوز. شوف من كل خدنا النهارده ثلاث حاجات بس، قبل كده حاجه واحده بس لوكالايزد ديول، قبل كده يعني هو بيخلص معايز. السؤال اللي قبليه كان كاتب كلام كتير قوي. مقصود في الاسمول ايكوس. هي ذا فيو اوف ذا انتير شيمبر يعني معنى صح تربد ايكوس. معناها كده كلمه هي ذا فيو اوف ذا فاندس ولا هيز فيو اوف ذا انتير شيمبر؟ ده محددها لك. انا عندي مشكله في الانتير شيمبر تيرمد ايجوس. بس كده؟ ده يبقى عندي 7. This condition requires hospitalization. يعني مش شرط يعني. لا فوت طبعا مش لازم يعني. A history of frequent oral ulcers may help the diagnosis. فولس. انا وانا قلت علاج الانفيتس اول حاجه hospitalization؟ لا. انا قلت كده؟ لا احنا قلنا على الفولس على الفول نيم. الالسر ترو؟ الالسر ترو؟ topical steroids are contraindicated. ده كان الاساسي. intraocular pressure may be high or low or normal. زودها or normal. ممكن كده وكده وكده. ممكن يبقى عادي لو كذا وكذا وكذا، ممكن في الاول وفي الاخر ممكن normal. صح؟ انت معايا؟ يس. يوفي اي سؤالي في الضغط. هو هنا بيسالك على البريشر. العالي لو واطي النورمال. صح؟ مش كده؟ قلت يا جماعه انت بالنسبه هو بيحل الجهاد. هو قال لك فوق البيوبل ماله؟ كونستريكتد. وقال لك مع كلام يعني باس فين؟ الانتير شيمبر. بعدين سالك على البريشر. انت فين قصدي يا جماعه؟ فاهمين قصدي؟ اللي بعديه يلا بقى. كاتراك فورميشن از نوت ان كومن كومبليكيشن. نوت ان يعني كومن. هل بيحصل مع اليوفيتس كاتراك؟ اه طبعا. اه طبعا. اه طبعا. ترو طبعا. ترو طبعا يعني ايه سؤال غريب ده؟ اللي بعديها يلا دي اسئله قديمه، اسئله قديمه بقى عندكم برضه ترو يعني كاتر. يلا عطاوا تاني الاسئله تاني ترو. عايز اول سؤال خلاص فولس. عايز فولس ترو فولس ترو ترو يلا. انا انت ما عندكوش ده، ما عندكوش ده قديم صح؟ اسمعوا مني بس دلوقتي يلا اسمع يلا. سنه كام ده؟ سنه 2008. بص يا عم اماندر ايه ده ايه ده كان دخلتها كده اماندر ولا انت خلاص خدتها من اماندر؟ يلا اميل بيشنت اسمعوا معايا عشان ركزوا معايا. اميل بيشنت presented to the ophthalmology clinic complaining of unilateral تحت يسار blurring of vision in the right eye with neuralgic pain. ادي اول كلو neuralgic pain.
anterior segment showed ciliary injection. يعني تاني كلو. فكده mild corneal haze. ليه؟ edema kidneys. تمام. كده normal depth anterior chamber. مش فتكات. وبين حاجة من دماغك دلوقتي ما عندهاش شرق anterior chamber. مش فتكات. فكرش فيها يعني. And normal pressure. طب والله مش فتكات. The pupil was myotic. احلف لك بالله مش فتكات. وماشي مسكت مين؟ يوبيايتس. شوف بس بي والله بي بي ورا بعض. ورا بعض. And the iris pattern was less clear than the other. يعني ايه الiris pattern مش واضح. يبقى ايه في الاخر دي؟ يوبيايتس. هنا سؤال قديم كان بيقول لك ايه التشخيص؟ ايه الديفرنشال؟ ايه السؤال القديم ده؟ يا دي يوبيايتس. من بعديها. A mother brought her 10 year old son. 10 سنين. يعني سن ايه؟ صغير. Complaining of bilateral redness. Bilaterality. أنا خدنا الرجالة صغنيتها صح؟ هنا حضرتك bilateral. جالك دلوقتي bilateral ينفع فتكات؟ 10 سنين و bilateral صعب. كويس. Severe lid edema and yellowish conjunctival discharge. أول خانة كانت إيه؟ أول تكة كانت إيه؟ bilateral. التكة التانية إيه؟ سنه صغير. تاني تكة إيه؟ discharge. حالة دي conjunctivitis. طب yellowish بعنف كده بقى إيه غالباً؟ لا 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 مش روبي ده ممكن يخش الجراكوكس هتجيبه المستشفى عشان ام بي سي ركزي معايا ولا 10 سنين اضطر يجي المستشفى من كتر الديشارج اللي لازم يعنيه ده معنى الكلام خلاص نكمل of 2 days duration acute on examination there was palpable pre-auricular lymph nodes قلناها بياكد لك ان هي برضه ايه كونجنكت فايس بس وصلت للليف نودز يبقى انت حاجه ماشيه بايه؟ سيستميك يعني ماشيه غالبا ناحيه كونوكوكال كلاميديا واحده من دول صح كده؟ اند ذا بريشر از 30 دي كونوكوكس فيفر بايركسيا يعني قال لك بايركسيا وقال لك الباص بره وقال لك بايركسيا لا ذا تمبرتشر تمبرتشر 38 يعني بايركسيا يعني بايركسيا طيب ده هتستميك ترى كده في كذا بياتنا واضحه الحاله دي كونجنكت فايس غالبا اي نوع؟ Permanent conjunctivitis. 50 سنة old hyperopic. طب نكمل ولا لا؟ اكمل غصب عنك ممكن يعني في حتة خالص. مونيو يعني hyperopic في 35 سنة بعدين يخش حاجة خالص. واحد عنده بيست عنده كده هايبروبيا. ايه المشكلة؟ انت بتاخد كلوز ممكن يشتتك بيها. فكمل الأسئلة خدها قاعدة في الام سي كيو والاسي الام سي كيو لو لقيت إجابة صح اوعى تختارها كمل. إن في صح وأصح. Treatment of uveitis include A. Steroids. True or not? True. B. Steroids and Midriatic. برد علي؟ True. اللي بيحصل امتحان ايه بقى؟ Steroids True. السؤال ده خلص بالنسبة لك صح؟ تطلع بره شفت السؤال الخبيث تركزي بقى كده؟ ما بيحصلش الكلام ده؟ تقرا الأربع أسئلة بعد كده اختار. تقرا الأربع أسئلة بعد كده اختار. يلا. 50 سنة قلت هايبرابيك غالبا دي ايه؟ مش الدرجات ممكن بس الدرجات يلا started to complain of intermittent attacks recurrent دي تكة تانية of blurred vision ما قالش redness هايبرابيك في مين كبيرة وبيجي لها attacks قبل كده of blurring اللي هي blurring ايش تبي؟ بس كده كويس the attacks occurred particularly at night thank you صح ده thank you جدا يعني بالذات بالليل darkness كلام جميل جدا the attack was accompanied by mild temporal headache and colored halos surrounding them عندها halos يعني تمام the attacks ended when she entered well illuminated areas or went to sleep ايش معنى لما طلعت في النور عشان حصل ميوزس يعني لسه في المرحله دي هي ايه intermittent يعني دلوقتي intermittent يعني انت واضح حصل ميوزس دي intermittent يعني الدارك حصل ميوزس اما راحت تنام حصل ميوزس حصل الريفرسال بتاع التاك فدي من الاخر ايه يعني ها فتكات اللي بعديها هخش بقى الكلام التقيل بقى تعمل اللي هي جميل ده بقى اللي هقوله ده ما جاش يعني الكتاب مش جايب سيرته خالص مع انه مكتوب قدام حاجه كنتوا بس هو الكتاب الجديد مش جايب سيرته خالص A patient with a history of retained intraocular foreign body in his right eye since 5 years يعني ده عمل repair of رابشر بلو ده الهيستوري ده كان عنده من 5 سنين خبطه وعمل ريبير وركن جوه فورن بادي طب ليه الكلمه دي؟ ليه كلمه ركن جوه فورن بادي دي؟
اس ده ريسك فاكتور سبيتيكال مايكس باد ريبير او مفيش فهمت قصدي الريسك فاكتور ليه بيساعدك اكتر ده من 5 سنين اتخبط وعلى فكره عملوا عمليه بس اتركن جواه فارنبل ده معنى الكلام دلوقتي that has not been removed بيأكد لك انا اتركن بس كده كويس due to poor prognosis presented with pain دلوقتي pain and tenderness in both eyes كان خبطه فين في الرايت اي دلوقتي بتشتكي من ايه في العينتين بعد كام سنه ما هو latent period قلنا ايه من اسابيع الى سنين commonly weeks or months بس ده 5 سنين history صح كده both eyes and drop of vision in his left eye يعني تاني يشتكي من الشمال نظر بيقل واليمين ابتدى يحصل له بلورنج كده ممكن اللي هي اول سيمتوم في ايه هي بلاك بالظبط كده هي الحاله دي من الاخر تشخيصها خبطه قبل كده بول نقل بس يعني عشان كلمه بول دي اشخاصها اي جايز صح عشان بول دي اشخاصها ايه سيمباثيتك افضل مايكس انت قصدي حاجه اخرى لو نفس العين حصل اتاك ماشي اي جايز لكن سيمباثيتك عين ثانيه واخد كده السؤال ده اتلغى المرض ده ما بيجيبش اي خالص لا قال لك هنا يعني عايز اقول لك بايلاترال لو عايز اقول لك بايلاترال هنا ابتدت توجعه وكذا كده نظر يقل هنا ابتدى يحصل بيرنج يعني ابتدى يحصل مشاكل ناحيه ثانيه بس كده يلا في اي لحظه تعبت قولوا لي يلا يلا انا هقول يلا على طول بس اهدوا 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 50 سنه انا عايز اجيبها في ثانيه خلاص بقى فاضل ساعه صح؟ ثلث ساعه لا لا اصل كل ما تحل اكتر الدنيا تبقى اكتر 50 سنه بصراحه انت رحت البنش تحل حاجه تحل معايا 50 سنه حاجه معاك كده ادلك على الاخر اهو 50 سنه في مين وروماتويد ارثرايتس شكرا هتلاقي اربع خمس حاجات دلوقتي فاكرين موضوع ارثرايتس يلا ايه هم روماتويد ارثرايتس اهم مرض سيستميك بعد ابيس بيريان بس كده اوتر كود اوتر كود بيضرب الاوتر كود كورنيا وسكليرا فيعمل ايه يلا سكليرايتس ايه سكليرايتس في الكورنيا بوك دراي اي في الاثنين جوكرن سيندروم بس كده سكه سيندروم جوكرن سكن جوكرن شو قلنا كده روماتويد انا مش عايز انا ممكن على فكره لو انت اخر الحصه هجيب حاجه ثانيه زي بصوا لازم تبين فرق يعني ايه يعني لو سالت الامتحان جه روماتويد ارثرايتس اند اي صح؟ كتاب الاسم كاتب ايبي سكلرايتس سكلرايتس بوك جوب خلاص كده؟ احنا هنزود ايه بقى؟ تنطيط عنيف مش هوصل الدرجة دي؟ كان لو ركز انا بقى عرفت ايه؟ اوف تريتمنت اصل الكلوروكين اللي بيعالجه بيعمل حاجه اسمها بولز اي ماكيلوباثي فول ستوب وسمايلينج فيس عشان عشان بس عشان نبقى اخر يعني انت عايز تقوله الكتاب ده انا مقطعه هو مش كاتب كده مكانها هو قال لك روماتويد ارثرايتس اند اي صح؟ كمل يا جماعه في سنه يعني اخر حصه يعني هو كده عايز اربع حاجات انت اكتبي كمان بقى الخمسه من كتاب بس مش شابتر تاني اللي هي كلوروكين مش خلناها اول حصه خالص قلنا كلوروكين بيعالج اللوبس والروماتويد والملاريا ومش عارف ايه بيعمل حاجه ده هتكتب بسرعه على الكتاب على النت والله بجد لا اللي جاي دي تنطيط يا جماعه اللي جاي مش حاسبك عليها بس عايز اقول لك ازاي توصل درجه انك سافيت خالص كده قصدي كده اوكي بس مش حصه دي مش حصه دي يلا انا قدامي حصه كبيره كمان او حصتين كام نقطه بكده فاضل لي حصه عند ديفرنشال دايجنوزز وحصه تجميعات وحوارات وتفريق الكتاب والقصه دي كلها سؤالين سؤالين النهارده خدنا مصر على الرمض تعبتوا؟ ماشي في الاخر هجيب حاجه ما خدهاش يلا يلا تاني طب انا مش همشي غير كده امشي انا مش سامع يا روماتويد ارثرايتس كومبلينت اوف تاني روماتويد ارثرايتس I will never have the option to leave you واختار كده I will never do يا عم ماشي انا قررت انا مين اصبر كومبلينت اوف ريد اي روماتويد عنده ريد اي خليني في حته اهو ولاكريميشن وبرنج سنسيشن فور ذا باست سيفرال ييرز شي اولسو كومبلين ذات هير فيجن هاز نوت كلير از بيفور اند امبروفد وذ بلينكينج اللي هي ايه يعني اسمها ايه الحته دي؟ جوجرن سيندروم سكند جوجرن سيندروم صح كده A painful, tender, non-itch nodule في conjunctiva. Painful, tender, non-itch nodule. ايه بس كلرايتس؟ ما دول ما تقول ارثرايتس برضه ما تعتبر ما تقول ارثرايتس مش كده قلتها يعني.
تمام. A female patient 18 سنة. Female patient 18 سنة. Who's a contact lens wearer. أوكي؟ طب ما قالش hard يبقى اسمها إيه؟ soft. لازم تقولي hard لو عايز. هي soft contact lens ماشي since 2 years. جالها redness and accretion for motor sensation in both eyes, acute equations or negative fluorescein. اللي هي GPC. ازاي يبقى عندها ألسر عندها فيرسين نافع ألسر يعني كونتاكت لينز وعينيها احمرت ووجعتها كده بس مش ألسر حاجه اسمها جاينت كابيلاري كونجكتيفايتس تمام اتفضل اي حاجه اوتو ميون ولا لا جي تي سي كان مكتوبه كده في حته غير ان بي كان مكتوبه كده فرنش اللي هي يعني جمله حاجه زي كده مش مره كامله لا يلا a child انا عايز بس تقول التكة خلاص a child present with bilateral red eye ادي اول تكة صح his lids were stuck together and waking up in the morning ونظر كويس واللاشز glued together ايه دي NPC bilateral و discharge صح وطفل صغير بدي NPC كويس اوي a school teacher طب هلا بقى اذا ما يسأل بقى مستعدين انا بس يعني اذا ما يسأل بقى يلا a school teacher has noticed that one of her students was frequently rubbing his eyes. Itchy. On examination, there were conjunctival injection, conjunctivitis. And gelatinous mass on the limbus. Itching, string catarrh. وقال لك على فكرة gelatinous masses أو nodules on the limbus. يعني مش cobblestone. يعني أني نوع ده. Bulbar string catarrh. بدل ما قال لك كابل ستون قال لك بالبر يعني هو خلاص اتشي انت عندك سبرينج كاتار بس انت بالبر سبرينج كاتار اون اوجست 99 خدش خصت او مش خدت الميلتي اوجست 99 اسمها ايه دي؟ اوجست 99 اكنه قال لك ايه؟ ايبيداميك في المنهج كله خدناها مره ايبيداميك دي ادرو فيروس اسمه ايبيداميك كراتو كونجكتيفايتس تراكوما إنديميك في مصر لكن في وقت معين إنديميك أدرا فيروس يعني 99 The Egyptian citizens have complained of bilateral عايزين نعدل أكتر سنة ممكنة بس كده bilateral دي كلمة صح؟ red دي كده red eye watery eyes bilateral ده watery eyes يعني السورج نوع إيه؟ water وعندها marked follicular reaction viral صح كده كويس في اللور كونجكتيفا accompanied by pre-auricular retinopathy virus هذه السكيما يعني دي حالة ايه بالاخر adenovirus اللي هو فايل طب يا after an attack of influenza يعني حصل في ايه سخن طب يا ممكن تمشي اوبتيكال رايتس ام اس شو لها ايش طب شو لها خلناها في اوبتيكال هنكمل a patient came complaining of stitching pain بعد السمبانية stitching pain ده كان ألسر watering of the eye few days عنده فوتوفوبيا وإيه تشخيصات herbs طب عايز تأكد تشخيصات بتعمل إيه؟ sensation بتاع فلورسين طبعا كان حاجة sensation بس كده طيب 10 year old boy 10 year old boy complaints of recurrent attacks of lacrimation photophobia extreme itching ropey discharge spring on inversion متوقع تلاقي ايه ده سؤال كابل ستون بابيل واحد عنده triangular encroachment of a membrane on the conjunctiva just beyond the limbus يعني كلمه دي يعني triangular encroachment داخل عقونيا ايه دي تريجيوم يعني نوكلايز ريتس يعني بس just beyond the limbus يعني جامد شكل وحش وعنده استجماتيزم يعني minus one علاجه ايه؟ نظارة. يا هو مش متضايق من النظارة، متضايق من شكلها أو خلاص مش شايف أعمل له ساعتها سيرش. فاهمين؟ هو هنا بس اتأكد إن هو يعني لسه بدري أوي يعني. طيب، واحد مال نورش شايلد، مال نورش، جاي له أوفثالمولوجيست due to bilateral loss of cluster of the cornea conjunctiva with foamy, chalky white patches in the bulbar conjunctiva in the exposed points. إيه اللي chalky white foamy دي؟ بتو سبوتس، ده عنده إيه ده؟ dry eye. صح؟ dry eye؟ بص بص بقى بص بقى السؤال ده ركزوا كويس قوي حته حته كده ركزوا ده حته حته A patient complained of sandy sensation target sandy sensation target discomfort on examination there were areas of epithelial edema comma ركز في الكلمه الجايه sub epithelial infiltration with inflammatory cells surrounded by blood vessels
دومينس بانل برافو عليك. يبقى دي عنده ايه دلوقتي؟ ساك ديسكونت كشكل. اما فحصته عنده بي بانس. خلي الحته اهو كويس. ان روزيت شيم يعني عايز اقول دي من الاخر ايه؟ تراكوما يعني. What would you expect to find on averting his upper lids? هو ده اكتف ولا ايناكتف؟ لا اكتف. يبقى اتوقع على ايه في الابر ليد؟ حاجات ايه؟ اكتيفيتي. ليه ايه من الاخر يعني؟ فاركنز اند لابيليو كده. برافو عليك. تمام. A school boy 10 سنين. Discomfort. اي sensation غريب. Discomfort. Foreign body sensation. Sense sensation. Weird sensation. اي sensation. A school boy 10 years old. Boy 10 years. Complains of blurring of vision. مش مستريح في النظارة. هو كان كده مش مست... يعني النظارة بيغرب يعني frequent change of glasses يعني. Frequent itching. Vision with his glasses 66-36 بالنظارة. It was not possible to have accurate refraction. يعني أني أستمتزم ده irregular بقى. ده متأخر شوية. صح كده؟ كويس. The cornea كويسة but the anterior chamber looks deeper than the left. ده يعني ده يعمل ايه؟ سبرينج قطار عمل كراتوكوس. برافو عليكم ممتازين بجد. 35 سنة complaining of pain in his right eye for several days watery photophobia PDR. These symptoms are recurrent. Recurrent PDR. He also had an acute attack of common cold من اسبوع. تشخيصه herpes infection يعني. ده كان عنده سخنية بعد كده جاله red eye. A patient known to have keratoconus. صراحة كده أولك لابس rigid contact lens. ديرة تانية. طيب using hard contact lens. Successfully يعني لابس نظارة أسيب contact lens hard كويس جدا. دلوقتي الشخص عندنا إيه؟ keratoconus. With best corrected vision 6-9. يعني best corrected يعني باللنز بتاعته دي. كويس كده؟ He developed برضو he يعني keratoconus. Sudden drop of vision. Keratoconus فجأة اشتكى. Acute hidrops. بعدين حصل discomfort, watering, وردنا 10 weeks later. معايا؟ The vision improved partially to 66. نظر قال لي جامد جدا في الهايدروبس. بعد 10 أسابيع اتحسن شوية. بس كده؟ With correction with the appearance of the discomfort and watering. يعني إيه؟ هاتوا حاجة؟ هي كده تكون صح؟ عرفت إزاي؟ hard contact lens. ماشي غير كده. هي hard contact lens. فجأة اشتكى. Acute نظر وحش مش شايف حاجة خالص صح؟ بعد 10 اسابيع نظري حسن شويه بس 6-6 مش عارف اوصله تاني 6-6 ايه اللي حصل دلوقتي؟ سكار. برافو عليك. ده كان كراتوكونس عمل هايدروبس خفت ايه؟ سكار. طب ليه اتحسن شويه؟ حصل فلاتنك سنه ان كنا اتظبطت شويه مش عارف اوصل لحاجه اصلا في الاخر. دلوقتي علاج ايه؟ كراتوبلاستي. دلوقتي علاج كراتوبلاستي من القديمه هايدروبس الاكيوت هايدروبس بتخف سكار. ايه الكومبليكيشنز في كراتوكونس؟ حاجتين هايدروبس وبيخف الايه؟ سكار. اي قديمه لو طولت يا جماعه اللي عايز يسبق يسبق اللي عايز يسبق يسبق اي وقت ممكن لو تركز جيم طبعا. يلا ان مكوكل حد سؤال عايزين ايش؟ طب عايز سؤال مين عايز يمشي؟ فانا عايز اعرف مين يعني مين عايز يمشي؟ طب انتوا قاعدين بضمير ولا صح؟ الضمير مين مش عايز يمشي؟ مين يعني كمل اسئله كده؟ تمام ما شاء الله. تمام الباقي طب انا هسأل سؤال ممكن اسأل سؤال؟ دلوقتي انا مستمتع بايه؟ سيريسلي انا قاعد عشان خاطر مين؟ انتوا ادلتس انا دوري انا عايز اروح انام بالليل مرتاح نفسيا عايز ابقى عملت قد ما اقدر بصينا في حاله خلينا نستريح صح استريح وريحنا معايا خلاص انا مش همشي انا مش فعلا انا هقعد احل كتير كده خلاص لغايه ما تحس ان مستكفي مرجوك لو الجماع مستكفين جوه انا عملت عليا احنا خدنا سكيما ولخصناها وبنحل انا البلد يا انتوا ادلتس انا كام سنه اللي عايز يسال يسال طب اروح حاجه اللي عايز يمشي يمشي من مسجد يعني مش عارف ليه ما حد بس عايزين حد لو كله مش هتشمعني حاجه بعدي لا انا ما عنديش مضاف الباب ده لو اتقفل علينا مع بعض كده لو ده اتقفل انا كامل بظع فكره بيني وبينكم مفيش كرامه يعني انا مش هزعل مش هاخدها على كرامتي يعني اتس اوكي بالنسبه لي
انتوا فعلا كويس زمايلي يعني، فاللي عايز يستاذن في اي لحظه يستاذن، مش هصعب خالص. يلا واللي عايز يقعد يقعد، ولو كله مش هكلم ناس مش كده. المكاكل الالسر، انت بتسمعني اصلا في المغرب هنخلى كل حاجه. المكاكل الالسر والدويس، المكاكل الالسر with the recent development of profuse watering and extreme hypotony. صح كده، ulcer جاله hypotony watering. ايه ده؟ perforation. A farmer مش شرط، ممكن فارما ده يخش على تريجيوم عادي جدا، فارما ده يخش على اي حاجه تانية، الدستر مش عارف ايه، مش شرط. هنكمل بس غالبا لو قال لك بقى وود وبتاع ماشي، فارما نفسها يعني في الشارع صح كده، حياته في الشارع يعني الالياف عادة، مش اندورز او دورز، عايز اقول كده sun dust exposure كده يعني. A farmer had a left eye injury with a piece of cotton wood. لا مش قادر كده بس ايه دي، يلا ايه دي فانجل. طب 2 weeks later خد خبطه بخشبه بعد اسبوعين، he developed PDR و retrospective خلاص كده، he received antibiotic drops and ointment for 2 weeks مش جايب نتيجه. تحب تعمل ايه دلوقتي؟ culture plus minus biopsy حتى صح، فور ايه؟ فانكس دي قلنا عليها previous treatment for resistance صح؟ اللي بيشخص حالها الهيستوري، لو تاخدوا بالكم الفاست هيستوري، ووتر ونصحى من السباحة او بس سوفت كونتاكت لينز وير خلاص كده، رب ذا اي السلام على يعني بديع بيقول لك يعني هو لابس كونتاكت لينز ونزل ميه ودعك عينيه، جميله. ليه بقى دعك عينيه؟ ابريشن، لان ايه دي؟ قطع كورنيا، لازم يحصل ايه؟ ابريش صح؟ الندله مش من ضمنها كانت اميبا، يا دي معناها رد اي، والله انا عديتها كده مش حاسس يعني عمل كده خلاص هو عايز يقول لك يعني عور عينيه، حصل ابريشن بس كده؟ كويس. 2 ويك ده بيساعدك اكتر يعني، 2 ويكس ليتر خد كمان بي تي ار، والبين هنا عريض جدا كمان، بين زياده عن زوم خلاص، وعلى فكره هاب برو سبكتم انتي بودز ما جابش نتيجه برضه ايه؟ أكان تميمة culture forecast تمام 65 سنة diabetic ماشي دخلنا فريدنا صح؟ since 15 years retinopathy بعدها تيجي كويس presented by right red painful eye. إيه ده؟ سكر قلب red eye، حاجة من الاثنين، the infection اللي دخل في النيوفاسكولار. On examination, this eye showed dull cornea. شكراً. دي نفس الكورنيا، dull cornea. حاجة في كورنيا هي ciliary injection. Pus in the anterior chamber. Hypopion. يعني hypopion ثلاث حاجات ممكن تبقى ايه؟ كورنيا. صح؟ Positive regurg. الداك بصوا والله يا جماعه اسعدني. بص ده اسال سؤال جميل، بص عشان يحصل ألسر محتاج شرطين فاكرين؟ هو قال لك على فكره مناعته وحشه، ادي كده كورنيا وحشه. وعندي السورس بتاعي بوستر ريفيرج. يعني ده كده شرطين يعني. عايز اقول لك يعني ايه الاخر ده عنده ايه؟ ألسر. ليه حط السكر؟ بريسبوزنج فاكتور. ليه بوستر ريفيرج؟ داكوسيس تايبس. شرحني. ايه عرفت هنا كورنيا ألسر ازاي؟ دال كورنيا، سيليري انجكشن، هايبوبيا. احنا قلنا هايبوبيا ثلاث حاجات صح؟ حاجه في الكورنيا اهي؟ ده كورنيا شفنا كده؟ تمام؟ تمام بدي حالة ايه؟ طيب أميل patient 35 سنة complaining of redness and blurring of vision PDR. He mentioned that the same condition has happened last year recurrent PDR. ترك بقى عطونا بسكر recurrent red eye. On examination the cornea showed an irregular linear branching defect. يمشي recurrent؟ يمشي recurrent صح كده؟ كويس 45 سنة في مين؟ جاي في الER with intensive headache for the last 5 hours accompanied by drop of vision right eye red eye PDR. ماشي she reported having one similar attack before in the same eye recurrent. ماشي بس ماشي the pupil was markedly constricted. كلمة قلبت الحالة ايه دي؟ you have eyes. السؤال ده مكتوب تحت شابتر اسمه جلوكوما، حاطه حاطه بالديفرنشال دايجنوزس. السؤال اللي بعديه يقول لك ايه؟ طب افرض البيبل واسع عشان عايز اقول لك الفرق بين ريد اي بيبل ضيق ريد اي هنا تاني تالت اول تكه ريد اي تاني تكه ريكارنت تالت تكه مايوسس الحاله دي ايه؟ يوفيايس. ازاي تاكد تشخيصك؟
فلير اند سيل. بعديها بقى طب افرض نفس الحصه نفس الهيستوري بالظبط بس بيبر واسع فده كام؟ كلمه غيرت حاجه صح كده؟ تمام تمام تمام. لا انا بدخل حاجه معينه عشان اكسب وقت. الله يلا 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 يلا. A female patient 60 سنة. ماشي. Was complaining of right gradual pain with emotional vision of one year duration. بتتقري كده من الامتحان. بتتقري كده من الامتحان. أنا هقول لك إيه. 60 سنة complaining of right gradual pain with emotional vision of one year duration. صدمي أيوه صدمي. Yes I. ده اللي بيحصل من الامتحان. 60 سنة gradual pain with emotional vision بقى لها سنة. عادي كلام انجليزي واضح باين ايه صح؟ جمله صادق اللي بتركز بقى ده حصل مرض دلوقتي صح كده؟ صادق ان this eye became red and painful بقى لها سنه 60 سنه gradual pain is drop of vision. التكه في اوله دي اسمها ايه دي؟ lens induced glaucoma. صادق بقى بص وخبيث جدا هيكتب لك اخر جمله stony heart tension. انت سمعتها فين في المنهج دي؟ فانت ماشي ثلاث اربع جمل بيشرح شنو انتي شيمبر ريد بين فلوسير انجكشن هاند موشن عمال يشرح ايه في الاخر فتكات واخر جمله ستوني هارت عشان يسالك بعد كده يسال ايه فتكات هي دي فتكات اه بس سكندري فتكات اصل علاجها هيفرق جدا دي ده نواتكس مثلا ينفع علاج ايه السؤال اللي تكيته صح كده واضحه جراديوال بين از دروب اوف فيجن ا بيشنت جيفز هيستوري اوف عشان بعدين على كل حاجه بس ا بيشنت جيفز هيستوري اوف انا اسمع ما قالش حاجه ما قالش حاجه خالص ده ما قالش حاجه لو قال لي جنتي شيمبر بس خلاص ما قالش خلاص فانا معايا ريت دي خلاص ا بيشنت جيفز هيستوري اوف اتاك اوف بي دي ار ذا كونديشن از اوبت اون ميديكال تريتمنت فيو مانس ليتر شي شود انفلاميشن بيجمنتد كي بيز بي دي ار وكي بيز يو في ايتس طب ليه بيجمنت اوت وبيجمنتد ال بيز وبوستيريور سانيكيا والله عندها ايه يو في ايتس وبي اس وهاي بريشر خلاص كده with no clearance cells كان عندها uveitis دلوقتي عندها PS وبسيسانيكيا وما عندهاش clearance cells يعني مش active دلوقتي حالة دي حالة دي uveitis عملت secondary closed angle glaucoma فهمت قصدي كده عشان لك ايه بقى لك جراحة مش شايف هنا الدوس طبان كده صح كده انا صح دي secondary closed angle glaucoma دي هنا occlusius وبلوسيو هاي تبقى PS وكده واضح؟ طيب أميل بيشن أميل فيميل عشان هخلص خلص ده عشان نخش بعد كده على بتاع الاسرائيلي لا نخش عليه ان شاء الله يلا قربنا خلاص قربنا كده خلاص قربنا خلاص مش سامع يا فندم سانيكيا بي اس عنده بي اس في سانيكيا كل ده بلوسيوس بلوسيو يلا قاعدين أميل أميدل ايج أميدل ايج فيميل وذ ريكرنت جوينت بين التكة بالهيستوري عندها arthritis history of recurrent attacks of PDR recurrent يعني history of arthritis و recurrent in one eye recently complained of similar attack يعني بديك عندها وجع بصر على طول ودائما يجي لها red eye دلوقتي أكد بالظبط كده السؤال بتاعها شخصها بإيه؟ أنا عايز كلمة واحدة بس إيه اللي أكد تشخيصك؟ هي دي حالة إيه دي؟ uveitis شخصها إزاي ها؟ clear and sense 24 التكة كده التكة إيه اللي شخص acute يعني؟ السؤال يعني واحدة عندها recurrent joint pain جالها PDR هنا التكة الوحيدة joint pain صح اللي هي uveitis طيب a 35 انا قربت اخلص الكتاب ده انا قلت فيها 50 مرة صح؟ ماشي arthritis عندها arthritis لا 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 اهم سبب uveitis arthritis في عامة بس في عامة مش لازم ارماتويد مش لازم ارماتويد ارثرايتس 35 man presented with severe photophobia pain PDR pupil myotic ها يو جايز او كوني انسر ما اعرفش the intraocular pressure 5 يو جايز and there was diffuse injection around the limbs ومسك بي 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 ورا بعضهم صح دي سيلير انجكشن يعني سيلير انجكشن وهايبوتنيو مايوزس اي دي يو في ايس بس دي ليت ستيج يعني هو يقدر هو بريفيت كوين اولسر دي فين هنا الهايبوتني عشان هايبوتني يعني لا بس مش ابيش اولسر تاني 35 سنه سيلير بي دي ار
The pupil was myopic. خلاص كده؟ The enteral pressure 5. Posterior injection. Full stop. فين البرفريشن؟ احنا قلنا هيبوتني حاجتين. Uveitis و perforation. لازم اللي بفيز ووترينج بوست سيد التاست كده اي حاجه ثانيه مش قلنا كده هما كانوا حاطين ثاني هيبوتري في الاول خالص خلاص سير شت داون عادي جدا سير شت داون اي لحظه هتنفع تعبان قول يلا ايه ذا دروب اوف فيجن The drop of vision 3 days after surgery. Cataract surgery. Gallo PDR, fluorescent cells and hypopian and a cloudy view of the fundus. بعد 3 ايام بعد ميه بيضاء PDR, cloudy fundus, end of thalamus. بعد 48 ساعة من عملية ميه بيضاء a patient complained of ocular pain and visual loss. 48 ساعة. On examination, this eye looked red, ciliary injection, corneal edema, absent reflex. يعني ايه برضو؟ يعني reflex. Okay, يعني برضو ايه؟ End of thalamites. خلاص كده؟ End of thalamites؟ صح؟ ممكن تبص نوك يقل. صح؟ A patient suffered few months ago. بعد ما يبيضة PDR. بعد surgery. A patient, هنا الحالة دي. The only clue بعد عملية. مش حاجة خالص. بس ده هو حصل هايبوبيا قال لك ده بعد عمليه هايبوبيا وراح قال في الاخر ايه ابسنت ريفلكس يعني ايه من الاخر يلا ريفلكس بيشنت 35 سنه سافرت ليتلي فروم جرادوال بينلس دروب اوف فيجن ريكورنت ستايل ذا اسمس ا بيشنت سافرت فيو مانثس اجو ا بيشنت سافرت فيو مانثس اجو فروم مايلد جرادوالي انكريزنج افكتيف فيجن بقى له شهور نظره بيقل بالراحه هي واز فولود اب وذاوت اني تريتمنت يعني حد فحصه قال لك مش محتاج علاج دلوقتي يسترداي قالوا PDR pain red eye defective vision his eye was stony hard حالة دي اتكف اول كلمه مع ان سنه كام سنه ممكن سنه صغير يعني ممكن يبقى حاله ايه كومبليكيتد بس ده مش الاصل سنه كام بس كلمه gradual pain is drop of vision دي لو نظر حاجه مين سنه كام 60 سنه complaint of gradual pain is drop of vision in the right eye اخي اون از ادوست لا دي انا اشتغلتها قلتها كملتهاش قلنا ابيشن ما قلناش 35 سنه ابيشن سافرت فروم بقول لك حتى لو انت صغير دي لازم انديوز خلاص بس انت هتيجي كده مش عايز سؤال الفاجر انا مش عايز 60 سنه ارسلنا لا لو قال لك شنط الشيمبر يسعى نفسه لو لينز انديوز لكوما لو قال لك انتي شيمبر شالو هيسالك على نفسه بقى خلاص انديوز خلاص لو قال لك انتي شيمبر شالو هتقول له حقيقي انتماس انت في كمور بس بقوله كده بس كده 60 سنه كومبليت اوف جرادوال بين از دروب اوف فيجن هي كويس ان ذا رايت اي ان ذا لاست 4 ييرز غالبا دخل في محاكم تخرج صح يسترداي اوكلر بين هيدج ايسولر انجكشن بيوبل وايت تكتين اداك اول تكه ايه جراديوال بين للسناي بقاله فتره 4 سنين والفحص دلوقتي عنده وايت بيوبل فريد اي بيوبل انت حط نفسك في حته ريد اي بيوبل ماله لونه ابيض دخلت في كاتراك اهو صح كده كويس دكتور يعني مش بايلر شو معنى سناي جرام في واحده الحمد لله انت عايز تاني سهله يا جماعه يبقى دي حاله ايه برضو لينز انديوز لكم دايابيتيك بيشنت 2 ويكس افتر كاتراك سيرجري PDR yellow reflex تشخيصك comma slight proptosis total plegia تشخيصك and the vision no PN طبيعي صح بقى علاج ايه ساعتها emesteration and lever inoculation سهله وصعبه خلاص الكتاب على فكره كاتب العلاج بتاع الفيجن اما يوصل هاند موشن مش PN احنا قلنا قبل كده PL هو كاتب هاند موشن او باتر كل ده هقول لك الاخر ده الفرق A female patient مشى على pills for long time. جالها rapid painless drop of vision in one eye. So 3 months later red eye syndrome.
فيلز نظرها اقل مره واحده بعد 3 اشهر بي دي ار نيوفاسكولار كوما. مش قلنا كده اللي بين الكروشن ممكن يعمل نيوفاسكولار لوكوما؟ سهله دكتور. ايوه حبيبي. هل يمكنك ان تكون سنة دي لوك عليها انا مش عارف كنت تيجي ولا لا صراحه عشان كده زودها. بس 13 سنة مين بيشنت كيم تو ذا اوفثالمولوجي كلينيك كومبلينينج اوف ريدنس ايتشينج اند هيرين فروت فينجر صح. Upon questioning the mother it became evident that her son was severely atopic وكان عنده أزمة عند الريجيك رانيتس. هي تمشي في قطاع فكرة بس هو قال في نوع اسمه ايه acute allergic conjunctivitis. يعني التانية بتبقى نفس الشكل بالظبط يعني almost the same thing بس هو عنده history of urticaria, history of rhinitis, history of atopy, pollens خلاص وكتاب زويتها بس حاجة اسمها acute allergic conjunctivitis. تمام يا شو بس سمعتها مني مرة يعني. تمام انا قررت خلاص خلاص بقى ايه ده بقى مش هي دمت التفريم هي اصلا spray chronic بس ده الفرق الاكيوت allergic acute spray the chronic شو ما بيها ده بيعمل تمام. A woman ساكن ساكن 16 فضل جهلا 3 دقيقة طيب احلى احساس اي بني ادم ممكن يحسه احساس ده انت يا كان موجود فيه كده يعني انا اسمع احساس جميل. A woman presents to you قطعني قطعني احساس ايه هنا ميه انت مش عارف اصطعها بس يلا. A woman presents كم مره كده ايه ده بقى. A woman presents to you complaining of red watering eye for the past 2 days, stitching pain for the phobia. Tashkisa? Her vision at 24, she has history of diabetes. Masha ma'ana? Masha ma'ana. And taking drops for dry eye. And I told her, here, sir, tahna ee, diabetes. I said, I have diabetes. I have a post of your scene, and I have a copy of the dry eye. اللي عندها weak cornea, سواء dryness or exposure, فاكين ال predisposing factors? And the dryness يعمل ulcer. زي ما الاكسبوجر يعمل اكسر صح كده. لا انا عايز اقول لك دايبيتس ودراينس مع بعض كويس. طيب ماشي يلا. واحد كان عامل كريان انا بقول التكات بسرعه. واحد عمل مفيش كلام ده مش انسى الكلام ده ناخد بس من التكات. واحد كان عامل رينال ترانسبلانتيشن اهدى شويه رينال ترانسبلانتيشن وخد دواء لمده سنه سنتين ايه الدواء غالبا يعني واحد عمل جراف بياخد دواء اسمه ايه نوزابراسب ستيرويدز وكده يعني صح. جاله بعد كده ستيتشنج بينه وبتاع مش عارف ايه وبتاع وعنده كونيا الايه انستيزيا ها هيربس يعني كان هنا ترانسبلانت عشان خد ستيرويدز دخلته في ايه هيربس خلاص كده انفكشن يعني كويس قوي. كريتوكونس فجاه اشتكت من ديسكومفورت مش عارف ايه وبتاع ها اكيوت تايربس ماشي بياخد علاج ماشي لا مش هنبلز اوكي. جراديوال بين از رابر فيجن سينس 2 ييرز مره واحده النظر قل جامد ريد ريفلكس مش باين جراديوال بين از فيجن سنتين نظر بي دي ار هاند موشن فيجن ريد ريفلكس مش باين ذا كابسول واز جليسنينج انت شيم برشال تيك مورفيك انت ماسس ليه انت ريد ريفلكس مش باين كتبت بس كده تمام ده كاتركت ده واحد عنده كاتركت خلاص ومره واحده اشتغل كاتركت فجاه اشتغل قربت خالص خلاص فعلا كل الاسبوع ده التكاتي كلها خليها خلاص خلنا التكاتي دي صعبين
في ميل بيشنت 40 سنه. يا جماعه انا بختار التكات اللي هي تكات بس. في ميل بيشنت 40 سنه came to your clinic with gradual drop of vision with history of allergic conjunctivitis, which used topical steroids for more than 5 years without a doctor consultation. بقى لها 5 سنين ماشي على الستيرويدز عشان عندها allergic conjunctivitis. Examination revealed visual acuity كذا 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 و cup discussion كذا كذا. ده هنا بيتكلم على ايه؟ انك عندها spring او خدت ايه؟ ستيرويدز سنين. قال ايه في الاخر؟ افكر في ميه بيضاء ان ايه؟ ما يزعل. لا ما يعني ما يزعلش. عايز اقول لك كده مش هقدر انا ماتش جاي. انا بقول لكم حته ايه؟ ستيرويدز. بس كده؟ عشان الجايتس. عشان الجايتس. عايز اقول مشاكل الستيرويدز. حاضر 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 حاضر. السؤال ده يهمني في حاجة واحدة بس. هي عندها allergy conjunctivitis من سنين وماشي على دواء من غير ما تقول للدكتور انا بس عايز التكة دي. غالبا ايه الدواء ده؟ بس انا عايز بدل ايه؟ عندها allergy ماشي على دواء بقى سنين. خدني زي ما خدني بقى. هو هنا خلني اختار سترويدز لايه؟ ماي بيضه ماي زرق. بس انا عايز اعمل لك ازاي تيجي سترويدز. النظر قل ما عندهاش وجع ولا حاجه. مش في دي اه مش ريد اي. دي مش ريد اي. انا بس كنت اكل عايزها ان يعني هو ماشي على سترويدز. قال لي بعديها بقى حصل ده الكونيا بوست دخل في ايه؟ انسر. النظر قال له مش ريد اي ماي بيضه كابينج يعني مشاكل سترويدز. انا هدف السؤال ازاي يقول لي سترويدز ان عمل ترانسبلانتيشن واخد دواء الرجيك كونجكتيفايتس ماشي على دواء لوحده. انا بقول لك ازاي بيقول لك ستيرويدز في الامتحان. كده قصدي كده ده هدف السؤال يعني. يعمل الاثنين يعمل الاثنين يعمل الاثنين. انا ده انا سامع ده هي سامع ايه دو ايه والله يعني less than 5 minutes بس كل حاجه less than 5 minutes. انا لسه فايت بس انا هاخد التكات بس هنا بقى الصفحه وهنا بقى الفيديو بتاعها خلاص. جيتس لا ما اعرفش لا 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 يعني هنفس شاطر خلاص كده بقى بيتغير النهارده الدنيا واضحه يعني اول درس قبل اخر درس خلاص هنا بقى انا هقول التكات بس خلاص هقول التكات بس red eye وعنده long standing detachment neglected يمشي؟ اه كيف عارفه ايه؟ واحد عنده red eye دلوقتي وكان history of detachment neglected ريلاكس ماسكارين صح؟ يتك اهو. واحد تاني working as a carpenter ومتالك foreign body يعني داخل حديد يعني داخل كده صفحة ايه؟ سواء كونيا foreign body او سيمتاتيك فارمايز يعني فور يعني هنا تروما في الموضوع. طيب واحد عندها cuff or chest disease I'm going to go to the back pain and stiffness. dry mouth or arthritis with dry eye with red eye Jogger syndrome يعني rheumatoid arthritis صح؟ تمام دي سهلة Jogger syndrome تمام لا 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 بس رايين يلا بس يلا 46 سنة في ميل جاي مستشفى PDR On examination, the patient showed signs of subconjunctival hemorrhage. Face, comma, shallow T chamber, hyphema, wound, incarcerated. بحاجة تانية. هو أصلاً كل خط خبطة خير خبطة. كان المستشفى عندها subconjunctival hemorrhage. Comma, and T chamber shallow. جي بعد خبطة عند شين بيقول فيها. perforation. طب يقول لك subconjunctival hemorrhage. عادة تحتيه مستخبي. فهمت كده يعني عنده subconjunctival hemorrhage تحتيه عنده فتحة مش باينة. ده انا سميناها حاجه اسمها اوكلت سكين اوكلت رابشر. الاوكلت رابشر لو انت اوكلت رابشر قدام بيتغطى بسب كونج هيمرج ساعتها يبقى عنده تي شين برشالو ايريس طالع صح؟ صح كده؟ لو اوكلت رابشر ورا في العين بالعكس يبقى عنده ديب انتي شين واي باتن. الفرق انتي شين لو قدام هيتشفت قدام ورا تشفت ورا صح كده؟ فالانتي شين بعد الخط يفرق معايا جدا.
لو شالوا وهيطقني بالزيت يبقى دخل في ايه انتيرير كده هيبقى متغطي بسب كونج هيمرج ورا يبقى عنده ديب انتيرير شيمبل. هنا اتكك كده خبطه سب كونج وبعديها شال انتيرير شيمبل وصوها في الاخر فضحها قال لك ذيرز ايريس انكارسيتد وهيفيما هو فضحها جدا بس انت عايز تعرف ولا انتيرير شيمبل بس لوحده خلاص كده اوبن جلوب طبعا اوبن جلوب طبعا. يعني واحد ماشي على انتي كوجمنت تريتمنت وكارديك ستانس ومش عارف ايه برضه يخش في ايه هيمرج انتي كوجمنت يعني مثلا هيمرج ولا حاجه. طيب اي انتي كوجمنت خلاص اي انتي كوجمنت 68 61 سنه خلاص انا والله خلاص اهو خلاص دول بس التكات بس 61 سنه 61 سنه decreased vision in both eyes بس كده caused by bilateral uveitis. قال لك شفت عنده bilateral uveitis. History of penetrating trauma of a gunshot months ago. دي بوت ايز وكان راك خبطه زمان جدا. Traumatized eye was sutured but the foreign body could not be removed. يدي sympathetic ophthalmitis. تمام. نفس الكلام بخصوص 35 سنه خد خبطه في عينيه جه المستشفى هنا عنده subconjunctival hemorrhage examination challenge shape. ايه دخل سب كونشنج على طول بقى دي رابتشر جو وداك بعديها هايبوتني بدل هايتيما بياكد لك اني برده رابتشر جو بعدك بعديها برولابس وهي تيشو وقال لك بعديها ابنورمال شيب اوف ذا بيوبل ساعات بقى بيكت كده يعني داك السايز بتاع ايه رابتشر بس غطاها بحاجه اسمها سب كونجكتيف يعني دي اوكلت ايه مهمه مهمه اوكلت رابتشر كنا زي كده في الداي اوكلت رابتشر. واحد خد خبطه بموتور اكسيدنت كار اكسيدنت يعني حصل له بروبتوزز وعنده حاجه اسمها تايت اوربت يعني خبطه بروبتوزز جامد جدا وما قالش حاجه ثانيه تايت اورب بس غالبا ما قالش حاجه بقى ايه غالبا ايه هيماتوما. هنا خاف على مين قلنا اوبتيك نيرف ارت علاجها ارجنت حاجه اسمها كانثوتومي لا كانثوتومي افتح الحته دي في الشارع ده بينزل في الشارع ساعات بيعمل حاجه اسمها ديس انسرشن اقصه خالص يعني مسكتها كده حاجه واحده بس لا كانثوتومي كانثو اوتومي افتح عشان الدم يطلع ارجنت يعني خبطه هيماتوما كويس تمام مستغربكم جدا ماشي اه مين اخطر الكي ولا اسيد؟ ليه الكي اخطر؟ عشان يبقى فاكر البروزس وحاجه كمان ان هو بيدمر الليمبس اكتر يعني بيعمل ليمبل ستام سيل ديستركشن بس كده الليمبل بيموت الباسس من سته الليمبس كيميكال انجن الالكلي بيرن اسوء من اسيد انا قلت حاجه واحده بس في كده نعم مش سامع اي حاجه عايز اقول النون كورس هي النون كورس هي النون كورس يعني لو في حد معرفش الكلام معرفش الكلام ميه ايه ده ايه ده ميه واحد خد خبطه في عينيه واتركن فيها انت اوكي فورين بودي 9 ويكس ليتر هي نوتس ذات ذا كلر اوف ذا ايريس بيكيم داركر ايه دي صاير فهو قال كده ان examination revealed a darker iris بعد خبطه بشهور وتراكن فورم بودي ورا سيروز اين يقول لك تحب تتابعه في ايه؟ اني انفستيجيشن؟ اتابعه باني انفستيجيشن؟ اي ار جي ليه اي ار جي؟ عشان ام ار اي ما ينفعش ام ار اي نيفر ام ار اي انا عامل اي ار جي عشان سيدروزز دي هايبركروميا سيدروزز اي ار جي عشان تدور على البيجمنتوزا. طيب واحد عنده بصوا واحد عندها بروبتوزز وعندها ثايرويد اي ديزيز بايلاتر بروبتوزز 60 سنه ثايرويد اي ديزيز ابتدت تشتكي من ديفكتيف كولر فيجن بذات لون احمر ونظر قل وعندها افرنت ديفكتس بروبتوزز لاي سبب مش ثايرويد بروبتوز ابتدى يشتكي من افرنت ديفكت ونظر قل وكولر قل ايه دي؟ اوبتيك نيرف كومبريسيف اوبتيك جرافيا على طول هنا لازم اعمل دي كومبريشن على طول بروبتوزز الخطوره كله فين؟ اوبتيك نيرف شغله جامده كده اخطر حاجه اوبتيك نيرف تاني حاجه اكسبوجر كيراتايتس الاخطر اوبتيك نيرف من الكومن اكسبوجر كيراتايتس 10 years old came emergency تعبتوا؟ طيب اخر سؤال تاني اول بوي تاني اول بوي
all the people that are very with the right eye protrusion and headache. عشر سنين عنده رايت اي وعنده بروتروجن اوف ذا رايت اي يعني عنده ايه بروبتوزس يعني 10 سنين وعنده بروبتوزس his mother gave a history of fever and sinusitis since 5 days exhalation of heat limited upper motility ليجيا كل اللي بيحكي مع بعضها اهو بس كده الثاني درس الكونجكتيفا يعني عنده في الاخر يعني 10 years بيشتكي من sinusitis زمان عضو عنده سينوسايتس بس هو بالاخر كده عندك كمان اكسس بوينت تو ذا سكين يعني الحاله دي من الاخر سيرايكس بروبتوزس مع بليجيا مع فيفر مع سينوسايتس سهل كده؟ هيكون فتكات ليه بدي ماما عشان